هنبتدي نتكلم على ما يتم على الفلترت اثناء مروره في الرينال تيوبيولز او ما نطلق عليه التيوبيلر بروسيسنج اوف ذا جلوميرولار فلترت. اثناء مرور الفلترت في الرينال تيوبيولز زي ما ذكرنا بيتم معالجتها انه بيسترجع منها مكونات وبيضاف عليها مكونات عشان في النهايه التيوبيلر فلويد ده هو اللي في الاخر هيتحول للفلويد اللي احنا بنسميه يورين. عمليه استرجاع بعض مكونات التيوب الجلوميرولار فلترت بنسميها التيوبيلر ري ابزوربشن، وعمليه اضافه مكونات تانية من الدم اللي في البيري تيوبيلر كابيلاريز ده اللي بنسميه التيوبيلر سكريشن. يعني لو اخذنا الجزء ده كده للتوضيح، ده جزء من الرينال تيوبيول بالبيري تيوبيلر كابيلاريز اللي حواليه، ده ترانسفيرس سكشن فيه واحده من الرينال تيوبيول، ودي الرينال البيري تيوبيلر كابيلاريز. الري ابزوربشن انه حاجه من محتويات التيوبيلر فلويد هنا تعدي وتروح للدم، والعكس السكريشن حاجه موجوده في الدم وهتبقى ادد على التيوبيلر فلويد. This is reabsorption and this is tubular secretion. طيب ايه types of tubular transport؟ واقصد بالtypes هو الفلويد اللي احنا شفناه هنا قلت لكم بيحصل له reabsorption، بيعدي من هنا لغايه الدم ازاي؟ ده اللي بنقصده بالtypes of tubular transport. والرسم ده هوضحه في الاول عشان هنستخدمه كتير قوي بعد كده. This is a peritubular capillary. وده ال tubular epithelial cell. وده البيزمنت ممبرين بتاعها. والأزرق ده هو الانترستيشيال فلويد اللي موجود بين ال tubular wall وما بين ال peritubular capillary. والاصفر ده هو اليومن بتاع التيوبيول، يبقى this is the tubular lumen، ده tubular epithelial cell، وده البيزمنت ممبرين بتاع التيوبيول، ده interstitial fluid. وفكركم تاني ان بين السيلز وبعضها في extension للانترستيشال fluid، الجزء اللي انا مشاور عليه ده اللي بنسميه اللاترال intercellular space، السبيس اللي بين الابيثيليال سيلز وبعضها. This is the peritubular capillary. عشان مادة موجودة هنا substance in the tubular lumen تنتقل إلى peritubular capillary هي لابد تعدي للوول بتاع التيوبيول. الحقيقة بعد ما بتعديه مش بتوصل للكابيلاري مباشرة طبعا، هي بتوصل الأول للانترستيشال فلويد وبعدين تنتقل من الانترستيشال فلويد الى البيريتيوبيلر كابيلاري. فهو في الحقيقه لو اتكلمنا بصوره مباشره التيوبيلر ري ابزوربشن هو انتقال ماده من اليومن بتاع التيوبيول الى الانترستيشال فلويد اللي حواليه. الماده ممكن تنتقل باحد الطريقتين اللي هقول لكم عليهم حالا. الطريقه الاولانيه ان الماده تنتقل عبر التيوبيلر سيل، يعني تعدي جوه التيوبيلر سيل كده، واما تخرج من البيزر سايد او من اللاترال وول بتاع الابيثيليال سيل، وبنسمي ده ترانس سيلولار ترانسبورت، ان الماده هتنتقل عبر الابيثيليال سيل الى الانترستيشن فلويد. الطريق الثاني ان السبستنس دي تعدي بين السيلز وبعضها اتجاه السهم ده، وده بنسميه باراسيلولار ترانسبورت. وارجوكم تاخدوا بالكم ان الاسهم راح جايه، يعني ده المسار اللي ماده ممكن تاخده وهي بتبقى ري ابزوربد او هي سكريتد، يا اما ترانسيلولار يا اما باراسيلولار ترانسبورت. ايه الميكانيزم اوف تيوبيلر ترانسبورت؟ احنا قلنا ده انواعه، يا اما ترانسيلولار يا اما باراسيلولار. الميكانيزم اوف تيوبيلر ترانسبورت الحقيقه شبه
الترانسبورت اكروس اني ممبرين في جسمنا. وهم احد ثلاثه ميكانيزمز، هم يا اما اكتيف ترانسبورت يا اما باسيف ترانسبورت يا اما بينوسايتوزس. مش محتاج اكرر ان الاكتيف ترانسبورت يعني it depends on energy provided عادة بالديمودين تراي فوسفيت. الباسيف ترانسبورت هي لازم لها يا اما الكتريكال يا اما كونسنتريشن جريدينت. البينوسايتوزس يعني انه موليكيول كبير السيل بتبتلعه ويعبر من خلالها. الاكتيف ترانسبورت ده يمكن تقسيمه الى نوعين، يا اما برايمري اكتيف ترانسبورت يعني الانرجي از اكسبندد دايركتلي لنقل الموليكيول او الايون ده، لكن السكندري اكتيف ترانسبورت الترانسبورت بتاع الماده دي بيستغل الانرجي اللي استهلكت في نقل موليكيول اخر، يعني هو طفيلي يعني بيستغل الطاقه اللي اتعملت لواحد غيره ويتشعبط فيها، وهنشوف مع بعض حالا ازاي. يبقى يا اما برايمري اكتيف ترانسبورت يا اما سكندري اكتيف ترانسبورت. السكندري اكتيف ترانسبورت ده ينقسم بدوره الى نوعين، يا اما كو ترانسبورت يا اما كاونتر ترانسبورت. تعالوا نشوف تفاصيل وامثله لكل نوع منهم بيحصل ازاي في الرينال تيبيول. اول مثال هو البرايمري اكتيف ترانسبورت، واشهر مثال ليه في الرينال تيبيول هو الري ابزوربشن اوف صوديوم باي ذا بروكسيمال تيوبولار ابيثيليال سيل. الحقيقه الصوديوم بما انه الميجر اكسترا سيلولار كاتاين وهو البارتيكل الرئيسيه اللي معتمد عليها الاوزمولاريتي بتاعه البودي فلويدز اكسترا سيلولار فلويد، وبالتالي الريجيليشن بتاعته هامه للغايه. ولان كميته كبيره في الاكسترا سيلولار فلويد فنتوقع ان كميته في الجلوميرولار فلترت هتبقى كبيره جدا، ولان الجسم محتاجه فالحقيقه اكتر من 99% من الصوديوم اللي حصل له فلتريشن في البومنز كبسول بيتم استرجاعه مره ثانيه باي تيوبولار ري ابزوربشن. بس في البروكسيمال تيوبيول 65% على الاقل من الصوديوم اللي حصل له فلتريشن بيرجع تاني للدم للبيريتيوبولار كابيلاريز. وعمليه الصوديوم ري ابزوربشن باي ذا بروكسيمال تيوبولار ابيثيليال سيلز اذا اكزامبل اوف برايمري اكتيف ترانسبورت. تحصل ازاي؟ احنا عندنا هنا صوديوم في التيوبولار فلويد، وعلى البيزال بوردر بتاع السيل دي وعلى اللاترال انترسيلولار او اللاترال سبيس في اي تي بي بامب. الاي تي بي بامب دي بتعمل ايه؟ بتاخد صوديوم من جوه السيل وتطلعه بره للانترستيشال فلويد، وفي المقابل بتاخد بوتاسيوم وتدخله بنسبه 3:2 زي ما انتم عارفين. يعني هي بتعمل كده، بتاخد الصوديوم بره وتدخل بوتاسيوم جوه. يقوم الكونسنتريشن اوف صوديوم في الانترسيلولار فلويد يقل، يقوم يخلق كونسنتريشن جريدينت يسمح بمرور الصوديوم من التيوبولار فلويد الى داخل السيل عبر صوديوم شانلز. سمحت لما اقول صوديوم شانلز يعني باسيف شانلز، ما هياش بامب ميكانيزم، شانل مفتوحه موجوده على الابيثيليال سيلز حتى اسمها ابيثيليال صوديوم شانل. يقوم الصوديوم يخش في هذا الاتجاه مدفوعا بالكونسنتريشن جريدينت اللي خلقتها الاكتيفيتي بتاعه الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. نتيجة القصة دي بيتولد في الحقيقة small negative potential في التيوبولار فلويد. يعني التيوبولار فلويد بالنسبة للإكسترا سيلولار فلويد البوتنشال بتاعه -3 mV. This is the primary active transport of sodium in the proximal tubular epithelium. مثال للبرايمري اكتيف ترانسبورت. طيب مثال للسكندري اكتيف ترانسبورت. انا قلت لكم سكندري اكتيف ترانسبورت يعني موليكيول بيتنقل مستغل الانرجي اللي انفقت لنقل واحد غيره. ازاي يعني؟
السكندري اكتف ترانسبورت ده اول مثال لي انا قلت لكم هما نوعين كون ترانسبورت وكاونتر ترانسبورت. مثال مشهور جدا للسكندري اكتف ترانسبورت الكون ترانسبورت هو الجلوكوز ري ابسوربشن باي ذا بروكسيمال تيوبولار ابيثيليوم. وبرضه اقول لكم انه الجلوكوز is freely filterable في البومنز كبسول وبينزل في الفلترت، ولان طبعا الجسم مش هيفرط في الجلوكوز بتاعه فالجلوكوز بيحصل له كومبليت ريابسوربشن في اول جزء من الرينال تيوبيول يعني في البروكسيمال تيوبيول. كل الجلوكوز اللي تم الفلتريشن بتاعه في الجلوميرال فلترت بيرجع يبقى ريابسوربد في البروكسيمال تيوبيولار سيلز. This is an example of co-transport. لما هنقوله هنفهم يعني ايه co-transport. على الـ epithelial cell على الـ luminal border بتاع الـ tubular epithelial cell في sodium glucose transporter. Sodium glucose transporter 2. Sodium glucose transporter 2 ده يقدر يمسك الجلوكوز لكن كمان لازم يمسك معاه sodium ion. هو عشان كده كو ترانسبورت يعني بين الجلوكوز والصوديوم مع بعض وما يشتغلش الا لما الاثنين يكونوا ماسكين فيه. الجلوكوز انتوا عارفين من زمان انه ما بيعرفش يعدي السيل ممبرين الا متشال على كارير ما اطلقنا عليه زمان فاسيليتيتد ديفيوجن. فالجلوكوز ترانسبورتر ده بيقوم بالدور بتاع الكارير ده هيدخل الجلوكوز جوه. كالعاده الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بتاخد الصوديوم من جوه السيل وتطردها بره فتقلل الكونسنتريشن بتاع الصوديوم جوه فتخلق كونسنتريشن جريدينت لدخول الصوديوم على اليومينال بوردر. فالصوديوم يمسك في الكارير اللي كمان الجلوكوز ماسك فيه يقوم الكارير يدخل الاثنين جوه يبقى الجلوكوز دخل مستغل الطاقه اللي تولدت من الاي تي بي اللي اشتغل على الصوديوم ايون وخلق كونسنتريشن جريدينت عشان الصوديوم يقدر يخش السيل. قام الجلوكوز دخل السيل هو راح. دخول الجلوكوز هنا ضد الكونسنتريشن جريدينت ويبدو اكتف اكتف بس ات از نوت برايمري اكتف لان مش هو الكارير بتاعه اللي استغل الطاقه بتاعت الاي تي بي لا ده هو مستغل الانرجي بتاعت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي. وبعدين الجلوكوز جوه السيل يقدر يعدي من هنا بقى بجلوكوز ترانسبورتر 2. خدوا بالكم ده اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر لكن ده اسمه جلوت 2 جلوكوز ترانسبورتر 2 بيمسك جلوكوز بس وينقله للانترستيشال فلويد ومنه للدم. ليه؟ لان تركيز الجلوكوز هنا اعلى من هنا ففي كونسنتريشن جريدينت يسمح للجلوكوز ان هو يخش في كارير ينقله. This is a simple facilitated diffusion. طيب ده مثال لاكتف او سكندري اكتف ترانسبورت من الكو ترانسبورت تايب وعرفنا انه كو ترانسبورت لانه بينقل حاجتين مع بعض بينقلهم مع بعض في اتجاه واحد يعني دخل الصوديوم ودخل الجلوكوز الاثنين من تيوبولار فلويد الى الابيثيليال سيل. النوع الثاني من السكندري اكتف ترانسبورت هو الكاونتر ترانسبورت. والكاونتر ترانسبورت المثال المشهور ليه برضه هو السكندري اكتف سيكريشن اوف هيدروجين اين صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت. وظيفه مهمه جدا للكدني انها بتخلص الجسم من الاكسس هيدروجين اين اللي بيتولد فيه عشان تحافظ على البي اتش بتاعت البودي فلويدز ثابته. احد الطرق اللي الكدني بتطرد بيها الهيدروجين اين في التيوبولار فلويد عشان تتخلص منه في اليورين هو الصوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت ميكانيزم. على الابيثيليال سيل على اليومينال ممبرين بتاعها في صوديوم هيدروجين
كاونتر ترانسبورت ميكانيزم، يقدر ياخد هيدروجين من التيوبولر سيل يرميه بره في التيوبولر فلويد في مقابل انه بياخد صوديوم جوه السيل. المهم ان يكون في قوه محركه للميكانيزم ده. الصوديوم مش لو دخل الهيدروجين هيطلع، الصوديوم مين اللي هيدخله؟ نفس الحكايه، ان الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب تطرد صوديوم من السيل، يقوم الصوديوم اللي هنا تولدت له قوه كونسنتريشن دخل السيل في مقابل ان السيل خرجت هيدروجين اين مطرحه. This is counter transport, an example of secondary active transport. برضو الكارير ده اللي طرد الصوديوم بره الهيدروجين بره مش هو اللي استخدم الاي تي بي مباشره، ما عندوش مقدره يستخدم الاي تي بي، لكن هو استغل الانرجي اللي تولدت من الصوديوم بوتاسيوم بامب وخلقت لو كونسنتريشن جريدينت للصوديوم في السيل، خلت الصوديوم يخش من التيبولر فلويد في مقابل الهيدروجين اللي بيطلع. This is a counter transport mechanism. طيب الباسيف ترانسبورت بقى، الباسيف ترانسبورت هو ترانسبورت according للكونسنتريشن اور الكتريكال جريدينت، ومثال مشهور ليه هو الباسيف ري ابزوربشن اوف كلورايد. كتير قوي من الصوديوم ايونز اللي موجوده في التيبولر فلويد الاناين المرافق ليها هو الكلورايد، صوديوم كلورايد. الصوديوم هو الموست اباندنت كاتاين، والكلورايد هو الاناين الرئيسي في الاكسترا سيلر فلويد. نفس القضيه بتحصل الصوديوم بوتاسيوم، واضح انه الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب دي بتلعب دور مهم جدا في التيوبولر ميكانيزمز كلها. برضو دي خلقت الصوديوم بره، خلقته جريدينت، دخلت الصوديوم لغايه دلوقتي. This is an active reabsorption of sodium. لكن لما الصوديوم دخل خلق زي ما قلت لكم a small negative potential في التيوبولر فلويد، ولان الكلورايد انين فده بيخلق الكتريكال جريدينت تسمح للكلورايد انه يتشد ورا الصوديوم اللي هو الكاتاين بتاعه. يبقى الالكتريكال جريدينت اللي تولدت نتيجه ان الصوديوم ساب الليومن هو كاتاين، يبقى منطقي ان اللي هيتشد وراه الانين بتاعه. قد يعني يجي في ذهنكم الله، طب ما ده سكندري اكتف ترانسبورت، يعني ما الكلورايد اتحرك سكندري للحركه بتاعت الصوديوم. لا، احنا بنسميه باسيف ميكانيزم لانه مفيش كارير بيشيل الكلورايد، يعني الكلورايد بيخش عن طريق الباراسيلولر روت ومفيش كارير بينقل الكلورايد. في باسيف ريابزوربشن كمان اوف ووتر، which is very important. انتوا عارفين ان الووتر بيتنقل من حته لحته في جسمنا بطريقه واحده ملهاش تاني، وهي الاوزموزس. وقت ما يبقى فيه اوزموتيك بريشر جريدينت المايه هتتحرك. وبرضه الري ابزوربشن اوف ووتر، وطبعا انا برضه ذكرت لكم قبل كده انه حجم التيوبولر او الجلوميرال فلترت في اليوم 180 لتر، واللي بيخرج يورين في الاخر لتر الى 2 لتر بالكتير. يبقى معنى كده ان معظم الفلويد اللي حصل له فلتريشن بيحصل له ري ابزوربشن. اكتر من 99% من الفلترد ووتر ري ابزوربت في الرينال تيوبيول، وكلهم بيحصل لهم ري ابزوربشن باي اوزموزس. ازاي؟ لو في سوليوتس مختلفه ايا كان نوعها، وهتقدر تبقى ري ابزوربت باي ميكانيزم من اللي احنا ذكرناها، سواء برايمري اكتف او سكندري اكتف، اي طريقه إن كانت. السوليوتس دي اتحركت كده، قامت ثابت الميه وراها، بقى الفلويد اللي هنا دايليوتد، بقى تركيز الميه فيه عالي، والسوليوت جه هنا خلى الانترستيشال فلويد هنا الاوزمولاريتي بتاعته اعلى، فالميه تركيزها زاد في التيبولر فلويد، وبقت الاوزمولاريتي بتاعت الفلويد هنا قليله، والاوزمولاريتي بتاعت الانترستيشال فلويد هنا عاليه، تقوم الميه تاخد بعضها كالعاده وتمشي من اللو اوزموتيك بريشر الى الهاي اوزموتيك بريشر.
بريشر سمبل اوزموزس، يا اما ان الباراسيلولار روت ده مينلي في البروكسيمال تيوبيول او في بعض الاماكن في التيوبولار ابيثيليوم عبر السيل نفسها. لكن خلينا نتكلم هنا ان في البروكسيمال تيوبيول معظم الووتر ابزوربشن بيتم من خلال الباراسيلولار روت. مثال اخر للباسيف ري ابزوربشن هو الري ابزوربشن اوف يوريا. والحقيقه انا بس ليها تعليقين ثلاثه على موضوع اليوريا ده، مش عاوزين نفوتهم ولا نستنى لما نتكلم على اليوريا بالتفصيل قدام شويه. اليوريا is passively reabsorbed by the renal tubules. بس هو السؤال المهم قبل ما نتكلم على هو ازاي اليوريا بتبقى reabsorbed، هو السؤال الاهم من كده، هي ليه اصلا اليوريا تبقى reabsorbed؟ السؤال وجيه طبعا، لانه اليوريا دي ذا ويست برودكت، يعني الجسم عاوز يتخلص منها، وما فيش اي منطق انه سبستنس ويتش ذا ويست برودكت مش مفيده للجسم والرينال تيوبيول تعمل لها ري ابزوربشن. الحقيقه اليوريا بتبقى ري ابزوربت للقيام بوظيفه في الانترستيشال فلويد بتاع الكدني نفسها، يعني هي مش بتبقى ري ابزوربت عشان الجسم عايزها عشان يستغلها في مكان اخر، لا دي بتبقى ري ابزوربت وبتفضل في الانترستيشال فلويد بتاع الكدني عشان هتقوم فيه بمهمه خطيره جدا ومفيده جدا، مش هتكلم عليها دلوقتي بس انا قلت اعلق على هذه النقطه. اليوريا is reabsorbed by passive diffusion برضو، يعني عشان تبقى reabsorbed لازم يكون فيه concentration gradient يدفع اليوريا للحركة من مكان لآخر. طب تعالوا برضو نمشي بنفس الترتيب، لو في solutes مختلفة حصل لها reabsorption أمثلة ورغم water تركيزه عالي المولاريتي بتاعته قلت يعني، فقامت الميه رجعت. لما الميه ترجع سيمبلي تركيز اليوريا في الميه اللي فاضله هيزيد، يبقى اليوريا كونسنتريشن هنا ابتدت تعلى هي الاخرى، وبدام عليت يبقى هتتحرك من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن، يبقى سكندري للسوليتري ابزوربشن الاوزمولاريتي بتاعت الفلويد هنا قلت شويه، هندخل فورس اوف اوزموزس للميه، ام الميه حصل لها ري ابزوربشن باي اوزموزس، سابت وراها اليوريا، ام تركيز اليوريا في التيوبولار فلويد عالي، اتخلق كده كونسنتريشن جريدينت فور يوريا، ام اليوريا سابت التيوبولار فلويد ورجعت الى الانترستيشال فلويد بتاع الكدني. This is again an example of a passive reabsorption. اخر ميكانيزم للتيوبولار ري ابزوربشن هو البينوسايتوزس. وانتوا عارفين البينوسايتوزس هو ميكانيزم اوف ترانسبورت للارج موليكيولز. لو اي بروتين موليكيول، وطبعا هيثور السؤال هو اصلا التيوبولار فلويد يبقى فيه بروتين موليكيولز ليه؟ هو نورمالي ما فيهوش بروتين موليكيولز تذكر، انما تحت ظروف استثنائيه ممكن يحصل وجود شويه بروتينات في التيوبولار فلويد، مش هتكلم عليها دلوقتي برضه هتيجي سيرتها بس قدام شويه. البروتينز دي ممكن تبقى ري ابزوربت باي ذا رينال تيوبيول عن طريق ان الموليكيول بيجي على الابيثيليال ليومينال ممبرين، الممبرين ده بيحصل له انفاجينيشن كده ويحوط البارتيكل ويحيط بيها بالكامل كده ويتحول حواليها الفيزيكل، جواها البروتين موليكيول وجزء من التيوبولار فلويد. الخطوه الثانيه ان اللايسوزايمز اللي جايه من اللايسوزومز اللي موجوده في السيل تيجي تتحط على الفيزيكل دي وتهضم البروتين ده الى امينو اسيدز، والامينو اسيدز سبيشال كارير بروتينز تقدر تخرج من السيل وتروح للانترستيشال فلويد. يبقى البروتين مش بيوصل للبلازما مره ثانيه في صوره بروتين، الحقيقه هو عاده بيوصل في صوره
امينو اسيد. طيب احنا اتفقنا ان التيبولاري ابزوربشن بيتم في المقام الاول ما بين التيبولار فلويد والانترستيشال فلويد. انا معلش بقى كبرت مساحه الانترستيشال فلويد هنا عشان احنا دلوقتي هنشوف ايه اللي بيحصل فيه، لان اللي بيحصل فيه مع انه يبدو امر بديهي بس لابد ان احنا نذكره بالتفصيل عشان هنعتمد على الميكانيزم ده في توضيح ازاي مواد كتير بتتصرف في الكدني. الفلويد اللي هو الانترستيشال فلويد ده مع الكابيلاري دي ممكن يحدث بينهم انتقال للفلويد باي ذا ويل نون ميكانيزم اللي اسمه البلك فلو او ترانس كابيلاري فلتريشن، اللي انتوا برضو درستوه السنه اللي فاتت كاحد الطرق الاكستشينج ما بين البلد اللي في الكابيلاري في الجسم والانترستيشال فلويد. وقلنا ان البلك فلو ده معتمد على البالانس بتوين فور بريشرز، يعني هو كله معتمد على بريشرز، الكونسنتريشنز ما بتلعبش دور في الموضوع ده. الهيدروستاتيك بريشر بتاع البيري تيوبولار كابيلاري اللي قيمته 13 مليمتر مركري، ده قوه بتدفع الفلويد او بتحاول تدفع الفلويد الى الانترستيشال سبيس، في حين انه الانترستيشال سبيس بتاع الكدني فيه بروتينز بتخلي الكولويدال اوزماتيك بريشر بتاعه حوالي 15 مليمتر مركري، في كولويدال اوزماتيك بريشر للبلازما بروتين زي ما اتفقنا في الكدني قيمتها حوالي 32 مليمتر مركري، ودي قوه ري ابزوربشن اوف فلويد من الانترستيشال سبيس للكابيلاري بلاد. كمان البريشر بتاع الانترستيشال فلويد اللي قيمته 6 مليمتر مركري بيزق الفلويد جوه الكابيلاري. يبقى هي عمليه بالك فلو تقليديه زي ما ذكرناها حتى لما اتكلمنا على الجلوميرولر فلتريشن. محصله الفلويد هيتحرك ازاي بيعتمد على النت ريزلت بتاع الفور فورسز دول. عاده النت ريزلت بتبقى في اتجاه حركه الفلويد من الانترستيشال سبيس الى الكابيلاري بلاد. محصله القوه دي قيمتها كام؟ 32 زائد 6 اللي هم دول الكولويدال اوزماتيك بريشر زائد الانترستيشال فلويد هيدروستاتيك بريشر ناقص القوه المعاكسه 13 ملم مركري هيدروستاتيك بريشر للكابيلاري بلاد و15 ملم مركري كولويدال اوزماتيك بريشر في انترستيشال فلويد، يعني القيمه برضه في الاخر حوالي 10 ملم مركري في صالح الري ابزوربشن اوف فلويد. اي خلل في واحد من الفور فورسز دول ممكن يخل باتجاه القوه دي، يعني ممكن يخلي الري ابزوربشن اقل كفاءه او ممكن يمنعه خالص، يعني لو القوه دي بقت متوازنه بحيث ان مفيش الريزلتنت بتاعها صفر ده ممكن الفلويد اللي هنا يتحبس وما يعرفش يوصل لهنا. خليكم فاكرين الكلام ده عشان هنحتاجه في توضيح البيهيفير بتاع الري ابزوربشن اوف ميني ماتيريالز اندر ديفرنت كونديشنز. طيب قبل ما نسيب الكلام العام على الميكانيزم اوف تيوبولار ري ابزوربشن لازم نتعرف على مفهومين تو كونسبتس خاصين بموضوع التيوبولار ري ابزوربشن. المفهوم الاول هو مفهوم التيوبولار ترانسبورت ماكسيمم او اختصارا التي ماكسيمم. هو ايه التي ماكس ده؟ زي ما اسمه بيقول كده، هو الماكسيمم ترانسبورت ابيليتي اوف ذا رينال تيوبيول، يعني بالعربي كده الحد الاقصى لكميه الماتيريال او السبستانس اللي ممكن الرينال تيوبيول تنقلها في خلال دقيقه. This is the maximum rate at which a substance can be transported by renal tubules. عادة بنقيسها بالمليجرام بير مينيت. A maximum rate يعني أكثر مقدرة. التيوبلر ماكس أو التيوبلر ترانسبورت ماكسيمم ده
هو كونسبت او فكره لا تنطبق الا على المواد اللي بتتنقل باي اكتيف ترانسبورت، يعني تيوبولر ترانسبورت ماكسيمم ده لا ينطبق على المواد اللي بتتنقل باسيفلي. وهنقول لي حالا يبقى لما اتكلم ان ماده ليها تي ماكس او تي ام يعني، يبقى انا فاهم على طول ان this is an actively transported substance. هو اصلا يكون ليه في ماكسيمم ليه؟ الماكسيمم مرتبط بوجود certain carrier and enzyme system هما اللي مسؤولين عن نقل الماده دي. وبالتالي كل ما تركيز الماده في التيوبولر فلويد مثلا يزيد، فالتيوبولر epithelial cells تنقل كميه اكبر، مفهوم؟ طب الكونسنتريشن بتاع الماده في التيوبولر فلويد زاد، ما زال الكاريرز عندها الكاباسيتي انها تنقل اكتر، لغايه ما الكارير بالانزيمز بتاعتها تبقى شغاله بكامل طاقتها، يعني مشغوله بنسبه 100%. يقوم اي زياده اضافيه في تركيز الماده في التيوبولر فلويد لن تؤدي الى زياده في الريت اوف ترانسبورت اوف ذا سبستانس، سمبلي بيكوز اوف ساتوريشن اوف ذا سبيسيفيك كارير اند انزيم سيستم. خلاص بيشتغل بكل مقدرته. وعشان كده الباسيفلي ري ابزوربد اور باسيفلي ترانسبورتد ماتيريال ملهاش تي ام، لان هو ما اصلا الباسيفلي ترانسبورتد ماتيريال دي ما هياش معتمده على كارير، هي معتمده على شانلز او باراسيلولر ترانسبورت. والاثنين دول كل ما الكونسنتريشن جريدينت هيزيد كل ما الحركه خلالهم هتزيد بدون حد اقصى. يبقى اذا بكرر تاني ان التيوبولر ترانسبورت ماكسيمم is a property of actively transported substance and is due to saturation of the specific carrier and enzyme system involved in active transport. كأمثلة على ال TM limited reabsorption، يعني reabsorption اللي حد أقصى ما بيعرفش يتجاوزه، أشهر مثال لازم نذكر أولا لأنه مهم جدا هو الجلوكوز. الجلوكوز ليه ترانسبورت ماكسيمم، وعشان كده المرضى اللي عندهم هايبر جلايسيميا، المرضى اللي عندهم دايابيتس ميليتس ان كنترول دايابيتس ميليتس، تركيز الجلوكوز في البلازما عالي قوي، وبالتالي تركيز الجلوكوز في الجلوميرولار فلتريت عالي قوي، وبالتالي برضه في التيوبولر فلويد تركيز الجلوكوز عالي قوي، اعلى من المقدره بتاعه الجلوكوز كارير على نقل الجلوكوز، وبالتالي الكارير مش هيقدر ينقل كل الجلوكوز اللي في الرينال تيوبيول ويرجعه الدم، وبالتالي جزء من الجلوكوز اللي حصل له فلتريشن هيخرج مع التيوبولر فلويد في الاخر في صوره يورين، وات وي كول جلايكوزوريا. المريض عنده جلوكوز في اليورين which is not a normal finding في الشخص الطبيعي. السبب ايه؟ ان الجلوكوز له ترانسبورت ماكسيمم لانه بيبقى ري ابزورب باي سكندري اكتيف ترانسبورت، له كارير ممكن يبقى ساتوريتد. يتشابه معاه في الكلام ده الامينو اسيدز والفوسفيتس والسلفيتس، بس جلوكوز مثال مهم ان شاء الله مش هتنسوه. زي ما في تي ماكس للري ابزوربشن ممكن طبعا يكون في تي ماكس للسكريشن، يعني لو ماده بتبقى اكتفلي سكريتد يعني معتمده على كارير في السكريشن بتاعها فهي برضه هتعاني من نفس الظاهره انه ليها ماكسيمم مش هتقدر تعديه. وبرضه اشهر ماده في الكلام ده هو البارا امينو هيبيوريك اسيد. البارا امينو هيبيوريك اسيد ده ماده بتكتسب أهمية خاصة في الكدني لسبب إنها بتستخدم استخدام هام في قياس الرينال بلاد فلو زي ما هنبقى نذكر قدام شوية.
البنسلين المضاد الحيوي اللي احنا بنستخدمه برضو ليه تي ام ليميتد سكريشن، يعني البنسلين في الدم لما يزيد السكريشن بتاعه بيزيد. يعني البنسلين اللي احنا بناخده احد طرق تخلص الجسم منه هو انه بيخرج في اليورين باي تيوبولار سكريشن، بس هو اخر ليه تي ام ليميتد سكريشن بروبرتي. ده اول كونسبت خاص بالتيوبولار ترانسبورت، انه ممكن يكون ليه ماكسيمم التيوبولار ترانسبورت ماكسيمم، وده خاص بالاكتيفلي ترانسبورتد سبستانسز فقط. المفهوم الثاني اللي مهم قوي برضو هو مرتبط قوي برضو الحقيقه بالتيوبولار ترانسبورت ماكسيمم، هو ما يطلق عليه الرينال ثريشولد. ايه هو الرينال ثريشولد؟ الرينال ثريشولد ده هو تركيز الماده في البلازما above which this substance starts to appear in urine. يبقى هو مرتبط بالتي ام، يعني مفيش ماده ليها رينال ثريشولد وملهاش تي ام. تعريف الرينال ثريشولد هو بلازما كونسنتريشن، لو سمحتوا كتير قوي بتسالوا ايه هو رينال ثريشولد وتبتدوا تلخبطوا في الكلام وتخلطوا ما بين الترانسبورت ماكسيمم والرينال ثريشولد. الترانسبورت ماكسيمم ده ماكسيمم ريت، كميه بتتنقل في وقت معين، لكن الرينال ثريشولد ده انا كاتب لكم بالاحمر ده في الاساس اذا بلازما كونسنتريشن، تركيز المادة في الدم. below which none of the substance appears in urine. أو بالتعبير آخر it is the plasma concentration above which the substance starts to appear in urine. ونفس الكلام. يبقى لو تركيز المادة دي في الدم أقل من renal threshold it will be completely reabsorbed and will not appear in urine. لو تركيز المادة في الدم تخطى الرينال ثريشولد بتاعها it will start to appear in urine. إذا وحدة قياس الرينال ثريشولد هتبقى وحدة قياس الكونسنتريشن ملي جرام بير دي ال، في حين إن الترانسبورت ماكسيمم اليونتس بتاعته ملي جرام بير مينيت، ده كمية في الدقيقة، ده ملي جرام بير دي ال كمية على فوليوم كونسنتريشن. يعني من الارقام اللي اكيد انتم سمعتوا عنها قبل كده رينال ثريشولد فور جلوكوز، الجلوكوز في الدم لو عالي فوق حد معين بيبتدي يظهر في اليورين، وي كول ذس ذا رينال ثريشولد فور جلوكوز. اللي قيمته قد ايه وتفاصيله ايه هنتكلم لما نيجي نتكلم على الرينال جلوكوز ري ابسوربشن بعد شويه. نوع اخر من الليميتيشن اللي ممكن او من الخصائص بتاعت الترانسبورت التيوبولار فلويد هو ما يعرف بالجريدينت تايم ترانسبورت، وده تقريبا كده عكس التيوبولار ماكسيمم ترانسبورت. الجريدينت تايم ترانسبورت ده is a property of substance which are transported across the tubular membrane by diffusion. لأن المواد دي ملهاش تي ام، ملهاش تي ماكس، وبالتالي الـ rate of reabsorption بتاعها أو الـ rate of transport بتاعها زي ما ذكرت لكم بيعتمد على نمرة واحد الـ concentration gradient. كل ما الـ concentration gradient بيزيد كل ما الـ rate of transport هيزيد without limits، بدون حدود. صح؟ يبقى الجريدينت مهم سواء كان الكتريكال او كيميكال جريدينت. بس طبعا في عامل تاني هو الوقت المتاح للترانسبورت ده قد ايه؟ تايم allowed فور ذيس diffusion. اشمعنى بنذكر الوقت هنا؟ عشان الترانسبورت في الرينال تيوبيول مش معتمد بس على الكونسنتريشن، ده معتمد الفلويد اللي انا بتكلم عليه ده ماشي في الرينال تيوبيول بسرعه قد ايه؟ يعني الوقت المتاح لي في الرينال تيوبيول دي قبل ما يسيبها ويمشي هو وقت قد ايه؟ طبعا كل ما الوقت يزيد كل ما ممكن
الديفيوجن كميته تكتر. وبالتالي الجريديانت تايم ترانسبورت ده is a property of a substance reabsorbed by diffusion and they do not have Tm and it depends على the gradient with time. Gradient across the tubular wall with time allowed for diffusion to occur. طيب زي ما قلت لكم time allowed ده بيعتمد على الـ rate of fluid flow في التيوبيول. كل ما الفلويد يكون بيمشي في الرينال تيوبيول أبطأ يعني بيقعد وقت أطول يبقى الترانسبورت أو الديفيوجن بتاع الماتيريال ده هيبقى كميته أكتر. أرجو اللي هقوله ده بقى يبقى واضح. أنا قلت لكم إن الـ gradient time transport ده property of a substance which move by diffusion and they do not have a Tm. بس ما قلتش only. يعني الجريدينت تايم ترانسبورت ده هو property للsubstances which are transported by diffusion but not only. ممكن مواد تانية تخضع لهذا النمط من الترانسبورت ومواد تانية هتبقى مفاجأة لما نقولها. الصوديوم ريأبزوربشن، لا احنا عارفين الصوديوم ريأبزوربشن ده أكيد في بامب وفي انزيم وبالتالي أكيد مفروض يبقى ليه تي ام تي ماكس. بس الغريب إن الصوديوم ريأبزوربشن إن ذا بروكسيمال تيوبيول مع إنه أكتف ريأبزوربشن ولكنه بيخضع للجريدينت تايم ترانسبورت. يعني ايه؟ يعني كل ما الصوديوم كونسنتريشن في التيوبولر فلويد في البروكسيمال تيوبيول يزيد كل ما الري ابزوربشن بتاع الصوديوم يزيد ويزاوت ليميت. نفس الخصائص بتاعه الجريدينت تايم. الجريدينت تايم ترانسبورت بيقول كده انه معتمد على الجريدينت وبدون حدود. ليه؟ لاسباب كثيره اسهلها في الفهم حاليا قبل ما نتكلم على الصوديوم هو انه المقدره بتاعت البروكسيمال تيوبولر سيلز على الري ابزوربشن بتاع الصوديوم مقدره ضخمه جدا ما بنوصلهاش عاده. وبالتالي بدل ما بنوصلهاش يبقى احنا بنتكلم على الترانسبورت بتاع الصوديوم اذف انه الكاريرز والبامب ميكانيزما مش موجوده. هو بيتحرك قبل الليميت بتاعها فحركته قبل الليميت بتاعها دي هتبقى معتمده على التركيز بتاعه مش على ان الكارير بقى ساتوريتد ولا لا. المواد الثانيه اللي زي الجلوكوز الكارير بتاعها مقدرته محدوده نسبيا فمن السهل ان الجلوكوز تركيزه في التيبولر فلويد يتخطى هذه المقدره وبالتالي يوصل الكارير ده الى الماكسيمال اكتيفيتي بتاعته. الكلام ده مش وارد بالنسبه للصوديوم. مقدره البروكسيمال تيبولر ابيثيليال سيلز للترانسبورت اوف صوديوم ضخمه جدا. في اسباب ثانيه بس مش هتكلم عليها دلوقتي هتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الصوديوم ري ابزوربشن في الرينال تيوبيول. طيب وبالتالي الصوديوم ري ابزوربشن ويل انكريز في الحالات دي لو الكونسنتريشن اوف صوديوم في التيوبولر فلويد زاد يعني الجريديان زاد ولو الفلو بتاع الفلويد في التيوبولر فلويد في التيوب في التيوبيول يعني از سلو. نفس الخصائص بتاعه الجريدنت تايم ما قلناش كلام جديد يعني بس بناكده. يبقى مع ان الصوديوم ري ابزوربشن في البروكسيمال تيوبيول از اكتف ولكنه بيتبع الجريدنت تايم ترانسبورت وبالتالي الصوديوم ري ابزوربشن في البروكسيمال تيوبيول بيزيد لو الصوديوم كونسنتريشن زاد ولو التيوبولر فلويد فلو بقى سلو. طيب خليكم فاكرين الكلمتين دول عشان لما نيجي نتكلم على الري ابزوربشن من الصوديوم بالترتيب هنتكلم عليهم تاني. نبتدي بقى رحلتنا مع الهاندلنج اوف ديفرنت امبورتنت ماتيريالز باي ذا رينال تيوبيولز. احنا لغايه دلوقتي كده اتكلمنا على جنرال برنسبلز مختصه بعمليه التيوبولر ترانسبورت.
وعرفنا انواعه والميكانيزمز بتاعته، وعرفنا يعني ايه تي ماكس ويعني ايه رينال ثريشولد ويعني ايه جريديانت تايم ترانسبورت. دلوقتي هنبتدي نتكلم على الهاندلنج اوف different materials by the renal tubule. وأول حاجة هنتكلم عليها هو الصوديوم. وزي ما قلت لكم كتير قبل كده more than 99% of the filtered sodium is reabsorbed along the renal tubules. وفي معظم أجزاء الرينال تيوبيولز في صوديوم ريأبسوربشن. يعني لو بصينا كده هنجد إنه في الأجزاء المختلفة للنفرون، في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول about 65% of the filtered sodium is reabsorbed، وفي thick part of the ascending limb of the loop of Henle في 25% of the filtered sodium are reabsorbed، وفي distal convoluted tubule about 5% of the filtered sodium become reabsorbed، وفي collecting ducts about 5% or less are reabsorbed، بحيث ان اللي هيخرج في اليورين في الاخر is less than 1% of the filtered sodium. يبقى ملاحظين كده ان الجزء اللي ما حصلش فيه sodium reabsorption هو thin descending limb of the loop of Henle. الجزء ده ما بيحصلش فيه sodium reabsorption because the cells in this part do not have ولا sodium pump mechanism ولا sodium channels. So the sodium in the tubular fluid inside the thin descending limb ما عندوش وسيلة يسيب الفلويد ده ويروح للانترستيشال فلويد بتاع الكدني، لا في channels ولا في pump mechanism. يبقى thin descending limb هو المكان الوحيد في النفرون اللي ما بيحصلش فيه صوديوم ريأبسوربشن. طيب في كل حته من اللي احنا اتكلمنا عليهم دول بقى في ميكانيزم شكل للصوديوم ريأبسوربشن. ومعلش بقى من دلوقتي لغايه اخر كلامنا على الرينال تيوبيولز والهاندلنج بتاعهم للمواد المختلفة هيحصل لكم تخمة من الميكانيزمز، بس كلهم سهلين ويتفهموا، هي بتبقى المشكلة في الآخر إن احنا ما نلخبطهمش في بعض. أول ميكانيزم للصوديوم ريأبسوربشن في الفيرست هاف أوف ذا بروكسيمال تيوبيول، هو احنا هنقسم البروكسيمال تيوبيول أجزاء كمان. البروكسيمال تيوبيول هنقسمها للنص الاول والنص الاخير فيرست هاف والسكند هاف، عشان كل واحد منهم بيري ابزورب صوديوم بطريقه شكل. هو في الاخر بيري ابزورب صوديوم، بس بيحصل له ري ابزوربشن ازاي هنشوف مع بعض. كما هي العاده عندنا في البيزولاترال ميمبرين بتاع الابيثيليال سيل صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب دي بتعمل ايه؟ بتقلل تركيز الصوديوم جوه التيوبولار سيل، فبتخلق جريدينت لدخول الصوديوم من التيوبولار فلويد الى السيل. وقلت لكم بيستغل هذا الموضوع مين؟ الجلوكوز عن طريق الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر، وبصوره مشابهه الامينو اسيدز بتخش بكارير مخصوص ليها برضو مع الصوديوم secondary active transport، او الفوسفيس واللاكتيت والستريت على كارير مخصوص ليهم، كلهم examples of secondary active transport powered by the energy of sodium potassium ATPase pump.
كلهم بيخشوا على حساب الصوديوم عشان خاطر عينين الصوديوم. الصوديوم هو اللي ولد الطاقة اللي خليته يخش وتشعبط عليه الجلوكوز او الامينو اسيدز او الفوسفيس واللاكتيت والسيتريتس. طيب this is the mechanism in the first half of the proximal tubule. The second mechanism in the proximal tubule في first half برضو هو reabsorption of sodium بكاونتر ترانسبورت مع الهيدروجين. فاكرين ده مثال اللي قلناه لسكند رياكتيف ترانسبورت سميناه كاونتر ترانسبورت. نفس الحكاية انه هنا الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب بتخفض تركيز الصوديوم انتراسيلولار كالعادة. يقوم الصوديوم اللي موجود في التيوبولار فلويد يخش بالتبادل مع دخول هيدروجين من السيل الى التيوبولار فلويد، والصوديوم ده بتطلعه في الصوديوم بامب من هنا. طيب بس بقيه الميكانيزم يستدعي الشرح. بقيه هو ليه بقيه؟ ليه بقيه طبعا. الصوديوم اللي موجود في التيوبولار فلويد هنا جزء من الانايونز اللي معاه هو البيكربونات الكلي. وزي ما الصوديوم مهم للجسم كمان الالكالي بتاع الجسم مهم، لان انا لو فقدت البيكربونات اللي هو جزء من الالكالي بتاع الجسم البي اتش بتاع الدم ممكن تتغير. فاستعاده الفلتر بايكربونات دي هي وظيفه هامه للرينال تيوبول. طب هو الصوديوم ده اللي هو موجود اصلا في التيبلر فلويد في صوره صوديوم بايكربونات، الصوديوم خد بعضه ودخل التيبلر سيل منها لبره بالتبادل مع الهيدروجين اين. يقوم الهيدروجين اين ده يمسك في البايكربونات اين ويكون كربونيك اسيد بمساعده مين؟ الانزيم اللي انتوا عارفينه اسمه كربونيك انهيدريز انزيم. ده موجود فين؟ على الممبرين بتاع التيوبولر سيل هنا. بيخلي البايكربونات اللي في التيوبولر فلويد تمسك في الهيدروجين اللي خرج ده وتكون كربونيك اسيد. This is aided by the carbonic anhydrase enzyme which is present على الليومينال ممبرين of the tubular cell. كويس. والكربونيك اسيد ده انتوا عارفين انه بيديسوشيت الى كربون دايوكسيد وميه. طب الكربون دايوكسيد ده easily diffuse into the tubular cell. يقوم يخش هنا كربون دايوكسيد. ده مش بس كده، ده ممكن كربون دايوكسيد جاي من الانترستيشال فلويد بتاع الكدني. طبعا التيشوز بتاعتنا كلها بتطلع كربون دايوكسيد. فسواء الكربون دايوكسيد اللي جاي من التيوبولار فلويد او جاي من الانترستيشال فلويد، الكربون دايوكسيد ده دخل التيوبولار سيل وجواها بيتفاعل ورخض مع الميه ويتحول الى كربونيك اسيد بفضل وجود كربونيك انهيدريز جوه السيل. يبقى الكربونيك انهيدريز موجود في السيتوبلازم بتاع السيل وموجود على الممبرين من هنا. يقوم الكربونيك انهيدريز ده كاتالايز رياكشن يكون كربونيك اسيد اللي هيتفك الى هيدروجين اين وبايكربونات. البايكربونات كان ديفيوز ثرو ذا بيزل ممبرين اوف ذا سيل كده اهو. ايه اللي خلاه يمشي كده؟ هو بيجري ورا الصوديوم والهيدروجين حل محل الهيدروجين اللي جه من هنا. يعني اكن الكربونيك اسيد اللي اتكون هنا اتفك الهيدروجين وبايكربونات، الهيدروجين خرج ودخل محله صوديوم، والبايكربونات هي اللي مشيت مع الصوديوم اللي دخل وراحت الانترستيشال فلويد. يعني المحصله اللي هقولها لكم بتاع الميكانيزم ده هي الاتي، ان الصوديوم ده راح هنا تمام، يعني حصل له ري ابزوربشن. طب والبايكربونات ده راح هنا. صحيح انا موافق انه مش هو هو بالظبط، ده البديل بتاعه، يعني اللي كان هنا ده اتكسر بس اعيد تكوينه في السيل، واللي اعيد تكوينه هو اللي دخل. بس في المحصله النهائيه اكن اللي كان هنا دخل هنا بس بخطوه بسيطه. والهيدروجين اين بقى سكريتد، يعني انا ضربت عصفورين بحجر.
عملت ري ابزوربشن اوف صوديوم وبيكربونات وتخلصت من الهيدروجين اين اللي انا مش عايزه. This is another mechanism of sodium reabsorption في الـ first half of the proximal tubule. يبقى في الـ first half of the proximal tubule الصوديوم reabsorption يا إما بيبقى coupled مع الجلوكوز والأمينو أسيد وخلافه by secondary active transport co-transport، يا إما بيبقى coupled مع الهيدروجين ion secretion counter transport and reabsorption of the filtered bicarbonate. استرداد الفلتر بايكربونات. طيب دول الطريقتين الاساسيتين اللي الصوديوم بيحصل بيهم ري ابزوربشن، ونقدر نتبين من كده ان ري ابزوربشن بتاع الصوديوم في البروكسيمال تيوب في الفيرست هاف اوف البروكسيمال تيوبيول بيترتب عليه نتائج هامه جدا، انه الجلوكوز والامينو اسيدز بيحصل لهم ري ابزوربشن، وان الفلتر بايكربونات بيسترد مره ثانيه للدم، وان جزء من الهيدروجين اين اللي الجسم مش محتاجه بيتم التخلص منه. طبعا لازم نكون واخدين بالنا ان الهيدروجين اين ده هيخرج في اليورين في صوره ايه؟ يعني الهيدروجين اين ده تعالوا نشوفه هو راح فين. هو مسك في البيكربونات حولها لكربونيك اسيد اللي اتفكت لمين؟ لميه. يعني الهيدروجين اين ده دخل جوه مولكيول الميه ده وهيخرج في صوره ميه. مهم الكلام ده هو لما هنيجي نتكلم على الهيدروجين اين سكريشن ان شاء الله. طيب كيف يتم امتصاص او اعاده امتصاص الصوديوم في الليت هاف اوف ذا بروكسيمال تيوبيول، يعني في الجزء الاخير من البروكسيمال تيوبيول؟ الميكانيزم في الحقيقه بالنسبه للصوديوم مش فارق حاجه، لكن بالنسبه للي معاه فارق. يعني برضه الصوديوم بوتاسيوم بامب هنا بتشتغل، بتخلق جريدينت الصوديوم يخش، ودخول الصوديوم يولد نيجاتيف بريشر هنا، يقوم الكلورايد يخش باراسيلولر، الميكانيزم اللي احنا شرحناه في البدايه اللي هو باسيف ديفيوجن اوف كلورايد سكندري تو صوديوم ري ابزوربشن ان ذا تيوبولر سيل. يبقى في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال تيوبيول الصوديوم از ري ابزوربت كابلد مع الجلوكوز والامينو اسيد ري ابزوربشن، او مع الريكفري اوف فلتر بايكربونات اند سكريشن اوف هيدروجين اين. في الليت هاف الصوديوم از مينلي ري ابزوربد ان ذا فورم اوف صوديوم كلورايد سولت. طيب نروح للجزء التالي من الرينال تيوبيول وهو اللوب اوف هانلي، نشوف اللوب اوف هانلي دي بتتعامل مع الصوديوم ازاي. طبعا واضح ان انا بقول صوديوم ري ابزوربشن، وطبعا مفيش حاجة اسمها صوديوم سكريشن في الرينال تيوبيول. الرينال تيوبيول ما بتعملش سكريشن الصوديوم، هي كل همها انها تعمل ري ابزوربشن. احنا قلنا في الرينال في اللوب اوف هانلي الديسندنج لم اوف ذا لوب اوف هانلي لا تشارك في الري ابزوربشن اوف ذا صوديوم. يبقى الثين ديسندنج لم does not reabsorb صوديوم. ماشي. طيب الاسندنج لمب احنا عارفين انه الجزء الاول منه ثين والجزء الاخير ثيك. في الجزء الثين ده في صوديوم ريابزوربشن وبيتم باي باسيف ديفيوجن. اصل الثين لمب واحنا نازلين كده بيرجع منه ميه، يعني بيحصل منه ريابزوربشن اوف ذا ووتر. طبعا هتسالوني طب هي الووتر دي رجعت بمناسبه ايه؟ يعني احنا عارفين الميه بترجع باي اوزموزس، يعني عشان ترجع من الرينال تيوبيول من الثين لمب ده الى الانترستيشال فلويد لازم الانترستيشال فلويد ده يبقى الاوزمولاريتي بتاعته اعلى من الفلويد اللي جوه. هو الحقيقه كده. وايه اللي خلاه كده؟ مش هنعرف دلوقتي، بس انا هقولها كده بصوره دكتاتوريه، ان الفلويد في هذا الجزء من الانترستيشال فلويد بتاع الكدني، الحقيقه احنا دلوقتي في المظله تقريبا، اللوبوفين دي داخله في الديب بارت بتاع الكورتكس او في المظله حسب نوع النفرون، يعني محاطه من بره بانترستيشال فلويد which is hypertonic، الاوزمولاريتي بتاعته عاليه لاسباب هنتكلم عليها بعدين.
فده بيسحب ميه من السلم، ولما تسحب ميه تركيز الصوديوم كلورايد جوه هيعلى. بوصوله الى السلم بيكون تركيز الصوديوم عالي، فيقوم الصوديوم يرجع. بيرجع ليه بقى؟ لان السيلز اللي هنا عندها صوديوم شانلز، اللي هنا زي ما قلت لكم ما عندهاش صوديوم شانلز، فهنا الميه رجعت والصوديوم فضل محبوس مش قادر يخرج. وهنا الحقيقه العكس، الميه اللي محبوسه والصوديوم هو اللي بيرجع. فالصوديوم هنا بيرجع باي باسيف ديفيوجن، باسيف صوديوم ري ابزوربشن. كويس قوي. طب والسيك اسيندنج لم بيري ابزورب صوديوم؟ ده بيري ابزورب كونسيدرابل اماونت اوف صوديوم كمان الحقيقه. حوالي 25%. طيب ايه الميكانيزم اوف صوديوم ري ابزوربشن في ثيك اسيندنج لم؟ الحقيقه الميكانيزم هام جدا واكتسب اهميته الشديده. بس لما اتكلم عليها اقول لكم هو اكتسب اهميته في ايه. يبقى بس لو سمحتوا هرجع اركز على انه اللوب اوف هنري السندنج لمب ما بيعملش صوديوم ري ابزوربشن، لكن ري ابزوربس ووتر باي اوزموزيس عشان المدلري انترستيشال فلويد از هايبر تونيك. والسن اسندنج لمب بالعكس بيعمل باسيف ري ابزوربشن اوف صوديوم لان تركيزه زاد. And it is impermeable to water. يعني السين لمب عكس السين ديسندنج عكس السين اسندنج في الخصائص تماما. واحد بيفوت ميه ما يفوتش صوديوم، والتاني بيفوت صوديوم لكن ما بيفوتش ميه. الفرق في البروبرتيز بتاعت التو بارس دول سبحان الله هتشوفوا انه بيتبني عليه ميكانيزم هام جدا في الكيمياء. طيب امال الثيك اسندنج لمب بيحصل صوديوم ري ابزوربشن ازاي؟ هو اكتف وبيعتمد برضه على الصوديوم بوتاسيوم بامب، وبرضه الصوديوم بوتاسيوم بامب ده هتاخد صوديوم وترميه بره. على الليومينال بوردر بقى بتاع الابثيليال سيل في الديستال في الثيك اسندنج لمب انا اسف، في سبيشال كارير. الكارير ده ما بيشتغلش الا لما يتحمل 1 صوديوم ايون 1 بوتاسيوم ايون و 2 ايونز اوف كلورايد، عشان كده بيسموه صوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد كو ترانسبورت. يبقى الصوديوم هيخش نتيجه انه تركيزه جوه قل نتيجه الاكتيفيتي بتاعت الصوديوم بوتاسيوم بامب، وبدام هو هيخش يبقى اللي راكبين معاه هيخش، يقوم الكلورايد يخش والبوتاسيوم يخش. الكلورايد اللي بيخش تركيزه في السيل بيعلى، في كلورايد شانلز موجوده على البيزل بوردر بتسمح للكلورايد باستكمال رحلته للانترستيشال فلويد. طب والبوتاسيوم؟ البوتاسيوم اللي بيخش ده في الحقيقه عنده سكه من الاثنين، وان كان السكه منهم هي الاكثر اهميه. هو عنده الفرصه ان هو يمشي كده او يمشي كده، يعني يا اما ينتقل الى الانترستيشال فلويد يا اما يرجع يخش في التيوبولار فلويد. عاده السكه دي هي الاكثر اكثر اهميه، والسكه المفتوحه اكثر قدام البوتاسيوم ايون. طيب وهو البوتاسيوم اللي رجع دخل هنا ده الفكره يعني ان احنا جبناه كده وبعدين رجع خرج كده، يعني عشان لما يخرج كده يدي فرصه للبامب او للكو ترانسبورت ده ان يشتغل تاني. ما هو لو البوتاسيوم خلص الصوديوم مش هيعرف يتحرك على الترانسبورت ميكانيزم ده، فاعاده الريسايكلينج اوف بوتاسيوم ده بينهانس الاكتيفيتي بتاعه الكو ترانسبورت ده. كمان دخول البوتاسيوم هنا، ولو سمحتم this is a very critical point بقى، رجوع البوتاسيوم للتيوبولار فلويد هيؤدي الى accumulation of positive charges في التيوبولار فلويد. البوزيتيف بوتنشال اللي هيتولد في التيوبولار فلويد في هذه المنطقه
هيسهل الريابسوربشن اوف اذر كاتاينز، كالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم نفسهم الحقيقه، بس خلينا المهم في اللي مالهمش صرفه تانية واضحه، يعني الصوديوم والبوتاسيوم في اللي بيسال عليهم ليهم ترانسبورت ميكانيزمز خاصه بيهم، ولكن الكالسيوم والمغنيسيوم بقوا موجودين هنا وفي بوزيتيف بوتنشال، يبقى ده هيزقهم في هذا الاتجاه. احد الطرق المهمه للري ابسوربشن اوف كالسيوم والمغنيسيوم باي ذا رينال تيوبيول هو هذا الميكانيزم اللي معتمد على الجنريشن اوف بوزيتيف بوتنشال في التيوبولار فلويد عند الثيك اسندنج ليمب اوف ذا لوب اوف هنلي، اللي سببها ان البوتاسيوم رجع دخل تاني في التيوبولار فلويد عن طريق ابيثيليال بوتاسيوم شانل. تراكمت بوزيتيف تشارجز اضافيه ادت فرصه للكالسيوم والمغنيسيوم اساسا ان هم يخشوا باراسيلولار من التيوبولار فلويد الى الانترستيشال فلويد بتاع الكدني، يعني يحصل لهم تيوبولار ريابسوربشن. هذا الميكانيزم مهم لسببين. السبب الاولاني انه في ديزيزز بتحدث في الكدني سببها ديفكت في الكوترانسبورت ده، الصوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد ترانسبورت ده ساعات بيحصل فيه ديفكت، كونجنتال ديفكت، بيعمل سندروم اسمه بارتر سندروم. ديفيشنسي اوف ذيس ترانسبورت صوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد بيؤدي الى الكونسيكونسز الاتيه. نمره واحد سولت ويستنج، طبعا الصوديوم مش عارف يرجع ولا الكلورايد ولا البوتاسيوم، فكلهم هيفقدوا في التيوبولر فلويد كويس، ومعاه فوليوم ديبليشن طبعا، ما الميه مش هترجع وراه. نمره ثلاثه هايبوكالسيميا، واضح بقى هايبوكالسيميا لان الكالسيوم اللي كان معتمد على السيستم ده مش عارف يرجع، يبقى في هايبوكالسيميا، يعني بلغه اخرى عشان مكتوبه في الكتاب كده هايبر كالسيوريا، يعني الكالسيوم في اليورين هيبقى كتير وبالتالي الكالسيوم في الدم هيبقى قليل. يعني اخر حاجه ميتابوليك الكالوزس. ميتابوليك الكالوزس لاسباب متعدده اسهلها للفهم ليكم دلوقتي قبل ما نوصل للبوتاسيوم، هو مش احنا كده يبقى عندنا بوتاسيوم ديبليشن يبقى في هايبوكاليميا. هايبوكاليميا معناها ستيميليشن اوف انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، ودول بيعملوا ايه؟ ميتابوليك الكالوزس نتيجه زياده السكريشن اوف هيدروجين ايون. في اسباب اخرى بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، لما نوصل لها هنبقى نشير ليها مره ثانيه. طيب يبقى البارتر سيندروم ده سولت ويستنج فوليوم ديبليشن هايبوكالسيميا اند ميتابوليك الكالوزس. طيب خلصنا من اللوب اوف هنلي، نروح للديستال تيوبيول الجزء التالت، وبرضه في الديستال تيوبيول هنفاجئ انه في ميكانيزم في الايرلي ديستال تيوبيول. بيعتمد على ايه الميكانيزم ده؟ ميكانيزم سهل وانتم عارفينه بالفعل، يعني انه برضه في صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز وفي صوديوم كلورايد. انا نسيت اقول لكم حاجه هنا، انا قلت لكم انه اهميه الصوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد ترانسبورت ده انه في سندروم بينشا من الكونجنتال ديفكت فيه، لكن الاهميه الثانيه كمان انه في واحد من اشهر الدايوريتكس اللي بيستخدمه، بيستخدم او تاثيره انه بيعمل انهبيشن اوف ذس ترانسبورت ميكانيزم، بيعمل انهبيشن للكارير ده. الدواء ده اسمه فلوزامايد او اللاتكس. اللاتكس ده دايوريتك مشهور جدا، وهذه هي منطقه عمله. والحقيقه كل ترانسبورت ميكانيزم في الكدني بيكتسب اهميه خاصه وقت ما نلاقي دراج بيعرف يتعامل معاه. يعني احنا الدايوريتكس اللي بنديها للمرضى بيبقى هدفنا ان هي تخلصهم من الصوديوم والميه، زي المرضى اللي عندهم مثلا هايبرتنشن او هارت فيلير. طب هل ينفع نخلي الصوديوم ريابسوربشن يقل؟ يا ريت، ما هو اوتوماتيكال هياخد معاه ميه. طيب هل الافضل
ان احنا ندي انهبيتور اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب ولا ندي انهبيتور للكارير ده. واضح الكارير ده لانه الدراج كده مش هيشتغل الا هنا، لكن لو هندي انهبيتور للبامب ده هيأثر على الجسم كله وهيعمل لنا مشاكل. وبالتالي اللازكس او الفيريدامايت از لوب دايريتك، بيسموه لوب دايريتك ليه؟ لانه بيشتغل على اللوب، على اي حته في اللوب؟ على السيك اسندنج لمب، بالتحديد على الصوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد ترانسبورت سيستم. طيب نروح للديستال تيوبيول. الايرلي ديستال تيوبيول يعني الجزء الاولاني من الديستال تيوبيول برضه الصوديوم بوتاسيوم بامب بتشتغل كالعاده، الصوديوم تركيزه جوه هيقل، وفي على اليومينال بوردر هنا فيه كو ترانسبورت ميكانيزم بين الصوديوم والكلورايد. يوم الكلورايد هيخش، وعند البيزال ممبرين في تشانلز تخلي الكلورايد يكمل رحلته. تقولوا لي الله، ما احنا لسه قايلين الكلورايد بيمشي باي باراسيلولر روت، يعني الصوديوم لما بيخش بيشد الكلورايد باراسيلولر. فرقت يعني؟ نقول ان في كارير هنا عشان نخود دماغنا يعني؟ اه فرقت طبعا. ليه؟ ده انا قلت لكم حالا من دقيقه، طالما في كارير يعني ممكن دواء يأثر على الكارير ده. واذا هذا المكان هو راخر نقطة مقترحة للبحث عن دواء يقدر يعمل انهيبيشن للكارير ده ويصبح دايوريتك هو الآخر. ده مش بس دايوريتك، ده كمان دايوريتك بيأثر على الصوديوم كلورايد وما بيأثرش على البوتاسيوم بصورة ملحوظة. في أدوية كده أو في أدوية كده. يعني بس أنا اللي بقصده إن إحنا لما بنتكلم على ميكانيزمز مختلفة فلازم نبقى في بالنا انه الميكانيزم ده لما بيبقى محتوي على كارير بروتين كده فهو نقطة محتملة للدراج افكت، وبالتالي نقطة محتملة للتعامل مع المرضى بالادوية. انما الكلورايد لو هيتنقل باي باسيف ديفيوجن باراسيلولر مش هيبقى عندي دراج يقدر يتحكم فيه، لانه الدراج هيعمل فيه ايه يعني. طيب يبقى في مجموعة من الدايوريتكس بتشتغل على الكارير ده. الحقيقة احنا هنتكلم بالتفصيل شوية على الدايريتكس بس في نهاية كلامنا على التيوبولر فانكشن. طيب ده الايرلي ديستال تيوبيول. اما الليت ديستال تيوبيول بقى والحسن الحظ ومعاها الكولكتنج داكت سيستم، يعني الليت بارت اوف ذا ديستال تيوبيول وبعدين الكولكتنج داكت بقى، الري ابزوربشن بتاع الصوديوم فيها بيتم عبر البرنسبل سيلز. فاكرين لما في اول كلامنا خالص اتكلمنا على التيوبولر سيلز وقلت لكم ان في الديستال تيوبيول وفي الكولكتنج داكتس في نوعين من السيلز، برنسبل سيلز وانتركاليتد سيلز. وقلت لكم ان البرنسبل سيلز مهمتها الرئيسيه في الصوديوم اند ووتر ري ابزوربشن. البرنسبل سيلز دول فيهم صوديوم بوتاسيوم بامب كالعاده، بس الميزه ان عندهم epithelial luminal membrane sodium and potassium channels. فيقوم الكارير البامب دي هتقلل الصوديوم في السيل تقوم تسمح للصوديوم انه يخش، وتزود البوتاسيوم هنا تقوم تسمح للبوتاسيوم ان هو يخرج. ولانه الصوديوم اللي بيخش 3 والبوتاسيوم اللي بيطلع 2 فهيتولد هنا نيجاتيف بوتنشال which will favor chloride reabsorption زي ما ذكرنا قبل كده. Okay. This is the mechanism which is stimulated mainly by aldosterone. لو تفتكروا انتوا اخذتوا في الاندوكراين الميكانيزم اوف اكشن اوف الدوستيرون على الرينال تيوبيولز، وذكرنا ساعتها انه بيشتغل على البرنسبل سيلز. هنرجع نذكرها تاني دلوقتي. ريجيليشن اوف صوديوم، احنا خلصنا دلوقتي ازاي الرينال تيوبيول بتعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم في اجزائها المختلفه، في البروكسيمال تيوبيول سواء الايرلي بارت او الليت بارت، وبعدين في الديسندنج لين قلنا مفيش ري ابزوربشن صوديوم وقلنا ليه، وفي الاسندنج بارت قلنا السن باسيف والسيك عن طريق
صوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد ميكانيزم. وبعدين في الايرلي بارت اوف ديستال كومبليتد تيوبيول باي صوديوم كلورايد كو ترانسبورت بروتين, وفي الليت بارت وفي الكولكتنج داكت عن طريق ميكانيزم ويتش از ستيميليتد باي الدوستيرون. This is the main site of regulation of sodium reabsorption. بالمناسبة يعني الجسم بيتحكم في sodium reabsorption mainly أو sodium secretion بقى من الرينال أو excretion by the renal tubule عن طريق التحكم في هذا الجزء الأخير اللي هو في الديستال tubule والcollecting duct عن طريق الألدوستيرون هرمون. طيب الregulation of sodium excretion موضوع هام جدا عشان اللي قلته لكم في اول كلامي عن الصوديوم ان الصوديوم هو الميجور اوزموتيكالي اكتف بارتيكل في الاكسترا سيلولر فلويد, وهو اللي معتمد عليه الاوزمولاريتي بتاعه البودي فلويدز كلها, وبالتالي لابد كميه الصوديوم اللي في جسمنا تفضل ثابته اوفر اني اكستندد بيريد اوف تايم. طيب احنا بيخش لنا صوديوم في الاكل بناكله سواء صوديوم كلورايد صريح ملح الطعام يعني او الصوديوم اللي موجود في الديفرنت فود ماتيريالز بصوره ما بنحسش بيها. الصوديوم اللي بناكله ده كله بيبقى ريابزوربت, يعني الصوديوم اللي بناكله هيبقى ريابزوربت ويخش للاكسترا سيلولر فلويد ويتم التخلص منه في اليورين لو الجسم مش محتاجه. يبقى الريجيليشن اوف صوديوم في جسمنا معتمد اساسا على الريجيليشن اوف صوديوم اكسكريشن وليس الريجيليشن لا بتاع الانتيك ولا بتاع الابزوربشن. في مواد تانية كتيرة في جسمنا الريجيليشن بتاعها اساسا عن طريق الابيتايت ان انا مش عاوز زي الاكل مثلا, او عن طريق ابزوربشن انه الجاسترنتستاينال تراكت هو اللي بينظم الريت اوف ابزوربشن اوف ماتيريال. يعني امثله مشهوره مثلا الكالسيوم الايرن ار ريجليتد باي انتستاينال ابزوربشن. طيب اليورين اكسكريشن اوف صوديوم بيعتمد على حاجتين اتنين, الكميه اللي بتبقى فلترد اصلا قد ايه يعني جي اف ار بالمير فلتريشن, والتيوبولاري ابزوربشن قد ايه يعني اللي حصل له فلتريشن قد ايه واللي رجع بقى ريابزوربت قد ايه, والفرق بين الاثنين دول هو اللي هيخرج في اليورين. وبالتالي ما نستغربش بقى لو لقينا كل الريجيليشن بتاع الصوديوم اكسكريشن بيقع تحت العنوانين دول, تاثير الجي اف ار والرول بتاع التيوبولار ريابزوربشن. اول ميكانيزم فور ريجيليشن اوف صوديوم اكسكريشن هو الرول اوف جي اف ار. المنطقي او التفكير المباشر يقول ايه؟ انه لو زادت الجي اف ار هيزود الفلتر صوديوم, وكان مفروض انها تزود الصوديوم اكسكريشن بس الحقيقه زياده الصوديوم فلتريشن بيصاحبها مينلي في البروكسيمال تيوبيول انكريز في الري ابزوربشن صوديوم. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم ان الصوديوم مع انه اكتفلي ترانسبورتد لكن بيتبع الجريديان تايم ترانسبورت, وكل ما الكميه اللي بتوصل للرينال تيوبيول تكون اكتر كل ما الري ابزوربشن بيبقى اكتر, يبقى ليتل increase in sodium excretion will occur if the GFR is increased. يبقى مع ان لما GFR هيزيد والصوديوم فلترد هيزيد ما بيحصلش زيادة كبيرة في الصوديوم excretion, هو بيحصل بس مش بالدرجة المتوقعة. بنسمي مقدرة الكدني على انها توازن ما بين قيمه الجي اف ار وقيمه الصوديوم اكسكريشن, يعني لما الجي اف ار يزيد الري ابزوربشن يزيد وبالتالي الاكسكريشن ما يزيدش قوي
بنسميها glomerulus tubular balance، يعني في بالانس ما بين الجلوميرال فلتريشن ريت والتيوبولار ري ابزوربشن. لما الجلوميرال فلتريشن ريت بيزيد الري ابزوربشن بيزيد، عشان اللي يفضل للاكسكريشن يكون مش زياده قوي. This is what we call glomerular tubular balance. طيب بصوا مثال كده، انا يعني فضلت ان انا اقول لكم مثال بالارقام عشان يبقى واضح. هو اللي فات كفايه يعني، لو حد منكم خلاص مستوعب الموضوع بالكلمتين دول هم دول كفايه، بس انا هقول مثال رقمي عشان الصوره تبقى اكثر وضوحا. لو قلت لكم انه الجي اف ار عند شخص ما طبيعيه حوالي 125 ملليلتر بير مينت، وانتوا عارفين انه التركيز الصوديوم النورمال في البلازما حوالي 140 ملي مول بير لتر، يبقى كميه الصوديوم اللي بتبقى فلتر في الدقيقه قد ايه؟ هنقول تركيز اللي هو 140 في 1.25 من 100. ليه 1.25؟ اصل هو ال 140 دول في كل 100 ملي، دول 125 ملي، يبقى هم 1.25 ملي يعني. طيب يبقى 140 في 1.25 هيساوي 175 ملي مول بير مينت. في 175 ملي مول صوديوم بيوصلوا البومنز كبسول كل دقيقه، بيحصل لهم ري ابزوربشن هنا بنسبه قد ايه عاده؟ 65 ل 66%، هعتبرها 66. الري ابزورب الصوديوم اذا هيساوي كام؟ ال 175 في 0.66 يساوي تقريبا 115 ملي مول بير مينت. يبقى الصوديوم اللي فاضل هيعدي بعد كده هو كام؟ صوديوم ليفنج البروكسيمال تيوبيول 175 ناقص 115 كام؟ 60 ملي مول بير مينت. يبقى اللي نزل من هنا كان 175، اللي فضل مغادرا البروكسيمال تيوبيول 60 ملي مول. طيب تعالوا شوفوا بقى لو الجي اف ار زاد، احنا بنشوف الرول اوف جي اف ار. لو الجي اف ار بدل ما هو 125 هنخليه 150، 150 ملليتر بير مينت، يبقى الفلتر اماونت اوف صوديوم هتبقى كام؟ 140 في 1.5 بدل 1.25 صح؟ يساوي 210 ملي مول بير مينت. دي الاماونت الفلتر. يقوم اثناء مروره هنا الري ابزوربشن او الري ابزورب الصوديوم هيبقى كام؟ نضرب برضه 0.66 في 210 تطلع 139 ملي مول. يبقى اللي فضل خارج من البروكسيمال تيوبيول كام؟ 210 ناقص 139 قول 140 يعني 70 ملي مول. يعني انا الفلتر زاد من 175 الى 210، لكن اللي ماشي او ساب البروكسيمال تيوبيول زاد من كام لكام؟ من 60 ل 70. يعني هنا الاكسس فلتر كان كام؟ 35، لكن الاكسس ليفنج كان كام؟ 10. يبقى لما زادت الجي اف ار زودت الري ابزوربشن، اما الصوديوم اللي ليفنج البروكسيمال تيوبيول زاد بس مش بنفس درجه زياده الصوديوم اللي فلتر. ده كله بفضل ايه؟ ان البروكسيمال تيوبيول بتقدر تعمل ري ابزوربشن اوف كونستانت فراكشن اوف ذا فلتر صوديوم. كونستانت فراكشن حوالي 65% او 67%. هتري ابزورب 67% ايا كان الكميه اللي جايه لك، بتاخد 65% منها. ليه؟ لانه الري ابزوربشن الكباسيتي بتاعتها عاليه جدا. طيب بس ارجوكم الكونستانت فراكشن دي لا تعني انها ثابته تحت كل الظروف. يعني ايه؟ يعني هو لو جي اف ار زاد النسبه دي بتفضل 65%، لكن لو الجي اف ار قل
او الفلويد بقى ماشي بالراحه قوي، الري ابزوربشن ده بيزيد، بيبقى يتعدى 65%، لان التايم الاود فور ترانسبورت كده بقى اطول، فهي قابله للانخفاض لو التيوبولر فلويد الفلو بتاعه بقى بطيء، وده يحدث مع انخفاض الجي اف ار. لما الجي اف ار يبقى قليل الفلو اوف تيوبولر فلويد يبقى بطيء، مور تايم از الاود فور صوديوم ري ابزوربشن، يبقى الصوديوم ري ابزوربد مش هيفضل بس 65%، ده ممكن يزيد عن كده. طيب يبقى this is the effect of GFR على الصوديوم اكسكريشن، بيلخصها ميكانيزم واحد اسمه جلوميرولو تيوبولر بالانس، في بالانس بين الجي اف ار والبروكسيمال تيوبولر ري ابزوربشن، جلوميرولو تيوبولر بالانس. ثاني ريجيليشن هو الريت اوف تيوبولر فلو، وانا لسه قايله حالا مش هدود جديد فيه الحقيقه. سلو ريت اوف تيوبولر فلو نتيجه انخفاض الجي اف ار هيؤدي طبعا الى مور كومبليت صوديوم ري ابزوربشن ان ذا بروكسيمال تيوبول، تمام، مور ذان ذا يوجوال 65% اوف ذا فلتر صوديوم از ري ابزوربد. ده ثاني فاكتور، واضح انه تقريبا اعاده للفاكتور الاولاني. نمره ثلاثه تاثير الارتيريال بلاد بريشر على الصوديوم اكسكريشن. الظاهره اللي انتوا عارفينها من السنه اللي فاتت، بريشر ناتريوريسيس، لما الارتيريال بلاد بريشر بيعلى الصوديوم اكسكريشن بيزيد والووتر اكسكريشن بيزيد، يعني بريشر دايوريسيس. واعتقد ان انتوا لما اخدتوها السنه اللي فاتت عرفتم او مش عرفنا الحقيقه، ما عرفتوش هي بتحصل ازاي، واتقال لكم ساعتها انه ذا ميكانيزم اوف بريشر ناتريوريسيس بيعتمد شويه على فهمكم للكدني، ومش هينفع يتقال لكم دلوقتي، يبقى لازم ينفع يتقال لكم دلوقتي بقى. ايه الميكانيزم اوف بريشر ناتريوريسيس؟ زياده الارتيريال بلاد بريشر بتعمل حاجتين، بتقلل الليفل اوف انجيوتنسين 2 سكريشن، بتقلل الرينين سكريشن، وبالتالي بتقلل الانجيوتنسين 2 برودكشن، وبالتالي هتقلل الري ابزوربشن في الصوديوم. الميكانيزم الثاني بقى اللي محتاج فهم من الكيمياء، عشان كده الموضوع او الميكانيزمز كلها ما اتقالتلكوش من الاصل، وهو ما بيحدث ما يعرف بالباك ليك اوف صوديوم اند ووتر انتو ذا تيوبولر فلو. باك ليك يعني ايه؟ يعني الصوديوم اللي حصل له ري ابزوربشن وجت من وراه ميه يرجعوا يتسربوا تاني ويرجعوا للتيوبولر فلويد، يرجعوا ده مكانه. بيحصل ليه الكلام ده؟ فكركم بالشكل ده، قلت لكم انه اللي وصل هنا في الانترستيشال فلويد، دخوله من الانترستيشال فلويد لهنا للكابيلاري بلاد هو متحكم في البالانس ما بين القوه دي. طيب الصوديوم المفروض انه بيبقى ري ابزوربت كده صح، والميه بتيجي وراه، مفهوم. طب لو الارتيريال بلاد بريشر عالي ده بينعكس على الهيدروستاتيك بريشر فين؟ في البيريتيوبولار كابيلاري، يقوم ضغط الدم هنا العالي ده يخلي البالانس مش في صالح الري ابزوربشن، يقوم الصوديوم ياخد بعضه ويرتد تاني. This is what we مسحوبا من الميه طبعا. This is what we call back leak of sodium and water نتيجة الهاي بلاد بريشر في البيريتيوبولار كابيلاري، وبالتالي في الانترستيشال فلويد. طيب this is the back leak. طيب يبقى الميكانيزم اوف بريشر ناتيوريسيس اند بريشر دايوريسيس مرتبط بانهبيشن اوف انجيوتنسين 2 سكريشن اند ذا باك ليك اوف صوديوم انتو ذا تيوبولر فلويد، زي ما وضحنا مع بعض حالا. الالبوستيرون مش محتاج طبعا يعني
هركز على اهميه الالدوستيرون في ريجيليشن الصوديوم اكسكريشن. ده انا قلت لكم هو الهرمون الرئيسي في جسمنا اللي متحكم في الصوديوم اكسكريشن. هو الالدوستيرون اللي بيطلع من السوبر رينال كورتكس تحت تاثير الانجيوتنسين 2 بيزود الصوديوم ري ابزوربشن باي رينال تيوبيول. انهي مكان بالضبط؟ الديستال كونجيوتد تيوبيول ولا كولكتنج دكت؟ ازاي الميكانيزم اللي انتوا درستوه لما اخدتوا المينرال كورتيكويدز؟ الالدوستيرون بيروح على الريسبتورز بتاعته اللي في التيوبولر سيلز سيتوبلازميك ريسبتور عشان هو ستيرويد، يمسكوا في بعض ويروحوا على النيوكليوس يمسكوا في الدي ان ايه ويزودوا البرودكشن اوف ميسنجر ار ان ايه اللي بيستيميليت سينثيسيس اوف بروتينز. البروتينز دول بعضهم هو الابيثيليال صوديوم شانلز اللي موجوده على الابيثيليال ليومينال ممبرين، يقوم يزيد عددهم ويسمحوا بدخول صوديوم اكتر. نمره 2 يزيد من السينثيسيس اوف صوديوم بوتاسيوم بامب ميكانيزم، كمان بيصنع الانزيمز اللي بتستخدمها الميتوكوندريا فور ذا برودكشن اوف ذا اي تي بي تو سبلاي مور اي تي بي فور ذا بامب. يبقى المحصله ان الاي تي بي بامب بروتين زادت، الانرجي سبلاي بتاعها زاد، الابيثيليال صوديوم شانل زادت، يبقى الصوديوم ري ابزوربشن هيبقى ستيميليتد مينلي في الديستال بارت اوف ذا نفر ديستال اند كولكتنج تيوبولز. طيب الجلوكوكورتيكويدز بتشتغل بطريقه مشابهه بس ماتش ويكر. عرفتم ان الجلوكوكورتيكويدز ليها مينرال كورتيكويد اكشن بات از ماتش ويكر. الانجيوتنسين 2 بيعمل ايه في الصوديوم اكسكريشن؟ الانجيوتنسين 2 في كلمه واحده بيقلل الصوديوم اكسكريشن، مفهوم طبعا عشان هو بيعالج الضغط، واحد الطرق اللي بيعالج الضغط انه بيزود الصوديوم بيابزوربشن عشان يعلي الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. طب بيشتغل فين الانجيوتنسين 2؟ الانجيوتنسين 2 اولا بيزود السكريشن اوف الدوستيرون، والالدوستيرون بيشتغل على الديستال بارت اوف ذا نيفرون بنفس الميكانيزم اللي احنا شرحينه من دقيقه عشان يزود الصوديوم ري ابزوربشن. الانجيوتنسين 2 بقى هو شخصيا بيشتغل على البروكسيمال تيوبيول، وفيها بيستيميليت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب والصوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت. فاكرين هم دول اعضاء الميكانيزما بتوع احد الميكانيزم بتاع الصوديوم ري ابزوربشن في الايرلي بارت اوف ذا بروكسيمال كونجيوتد تيوبيول. فاكرين انتم ما قلنا لكم في الايرلي بارت اوف ذا بروكسيمال تيوبيول الري ابزوربشن الصوديوم يا اما كابل بالكو ترانسبورت مع الجلوكوز والامينو اسيدز، يا اما كابل مع السكريشن اوف هيدروجين اين بكاونتر ترانسبورت ميكانيزم. يبقى الانجيوتنسين 2 بيزود الصوديوم ري ابزوربشن في البروكسيمال تيوبيول باي ستيميليشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب وستيميليشن اوف صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت، بيزود الهيدروجين اين سكريشن. طيب نمره 2 بيعمل كونستريكشن اوف افرنت ارتيريول، بيعمل كونستريكشن اوف افرنت ارتيريول، وده دخله ايه بالصوديوم ري ابزوربشن هيقلل له ليه؟ It decreases the hydrostatic pressure in the peritubular capillaries. طبعا ما هو البيريتيوبولار كابيلاريز دول برانشز من الافرنت ارتيريول، فلما الافرنت ارتيريول يقفل شويه البريشر في البيريتيوبولار فلويد بيريتيوبولار كابيلاري هيقل. طب ده يشجع الري ابزوربشن ولا لا؟ طبعا يشجع، ما احنا لسه قايلين حالا انه اللي بيرجع من التيوبيول للانترستيشال فلويد عاوز يخش الدم، لو الضغط في بتاع الدم عالي بيحصل باك ليك، لكن بقى لو الضغط واطي this will favor reabsorption. يبقى decrease hydrostatic pressure in the peritubular capillaries هيزود الصوديوم reabsorption. نمرة 2 بيزود ال
colloidal osmotic pressure in the peritubular capillaries. ليه برضو؟ عشان لما بيحصل constriction في ال efferent arteriole ده بيعلي مين؟ الجلوميرولار بريشر، يقوم يزود الفلتريشن ريت، والفلتريشن بيحصل فلويد من غير بروتينات، يبقى الدم اللي فاضل وجاي في الافرنت هتبقى تركيز البروتين فيه اعلى، يبقى الدم اللي وصل للبيريتيبرال كابيلري بقى الكولويدال اوزموتيك بريشر فيه اعلى، والكولويدال اوزموتيك بريشر بتاع البلازما بروتين ذيس ذا فورس ويتش هيلب ري ابزوربشن. طيب يبقى الانجيوتنسين 2 بيأثر على البروكسيمال تيوبيول وبيعمل ستيميليشن للصوديوم بوتاسيوم بامب والصوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت، يقوم يزود الصوديوم ريابزوربشن وبيكونستريكت الافرنت ارتيريول، وده برضه بيترتب عليه زياده في الصوديوم ريابزوربشن سواء عن طريق انه بيقلل الهيدروستاتيك بريشر في البيريتيوبرال كابيلري او بيزود الكولويدال اوزموتيك بريشر فيه. يبقى المحصله ان الانجيوتنسين 2 زي ما اتفقنا بيزود الصوديوم ريابزوربشن. الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد، افكركم انه اول كلمه عرضت عليكم في الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد ده ان هو الفيسيولوجيكال كاونتر بالانسنج ميكانيزم للرينين انجيوتنسين سيستم. يعني هو عكس الرينين انجيوتنسين سيستم، يبقى الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد هيزود الصوديوم اكسكريشن. ازاي؟ نمرة واحد هو بيزود الجي اف ار، وزيادة الجي اف ار هتؤدي لزيادة الصوديوم اكسكريشن. أرجوكوا بقى ما حدش يجي يقول لي الله أنتوا مش قلتوا إن في حاجة اسمها جلوميرولوتيوبولار بالانس؟ يا إخوانا في طبعا، بس الجلوميرولوتيوبولار بالانس ده ما بيقولش إنه مش هيحصل زيادة، يعني بيقول إن هيحصل زيادة بس ليميتد. يبقى إذا زيادة الجلوميرال فلتريشن ريت هيزود الصوديوم اكسكريشن. ازاي الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد بيزود الجي اف ار؟ انه بيعمل ريلاكسيشن اوف ميزانجيال سيلز، يقوم يزود السيرفيس اريا اوف ذا جلوميرولار ميمبرين. نمره اثنين بيحصل دايلاتيشن اوف افرنت ارتريول، يقوم الضغط في الجلوميرال كابيلري يعلى ويزود الفلتريشن، وكونستريكشن اوف ذا افرنت ارتريول له نفس التاثير. يبقى الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد بيزود الصوديوم اكسكريشن نمره واحد عن طريق زياده الجي اف ار. نمره اثنين على الجاكس جلوميرال اباريتس بيعمل انهبيشن اوف رينين سكريشن. نمره ثلاثه على الكولكتنج داكس بيعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز والابيثيليال صوديوم شانلز. واضح ان تاثيره على الكولكتنج داكت عكس تاثير الالدوستيرون والانجيوتنسين 2 بالظبط. دول كانوا بيزودوا الصوديوم بوتاسيوم بامب والابيثيليال صوديوم شانلز، ده بيعمل العكس تماما. فلما قلنا ان هو الكاونتر بالانس ميكانيزم للرينين انجيوتنسين سيستم ما كناش بعاد عن الحقيقه. طيب البروستاجلاندين اي 2 بيعمل ايه على الصوديوم ري ابزوربشن؟ بيقلله، يعني بيزود الصوديوم اكسكريشن. بيعمل كده ازاي؟ انه بيعمل انهبيشن للاثنين، للصوديوم بوتاسيوم بامب وللابيثيليال صوديوم شانل. يعني شبه مين؟ الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد بيعمل نفس التاثير. طيب يعني بيزود الصوديوم اكسكريشن. والاندوثيلين 2 بيشتغل بنفس النتيجه بس من خلال انه بيزود البروستاجلاندين اي 2. يبقى الاندوثيلين through increasing the activity of prostaglandin E2 برضه بيزود الصوديوم اكسكريشن. طيب sympathetic stimulation بتعمل ايه في الصوديوم اكسكريشن؟ طبعا من غير ما نقول متوقع انه هيزود الصوديوم ريابزوربشن ويقلل الاكسكريشن. هيشتغل ازاي؟ نمره واحد انه بيقلل الجي اف ار. نمره واحد ازاي؟ contraction of mesangial cells يقوم يقلل السيرفيس اريا. نمرة اثنين constriction of afferent arterioles يقوم يقلل الهيدروستاتيك بريشر في الجلوميرولار كابيلت. قلل جي اف ار يبقى الصوديوم اكسكريشن هيقل.
نمره 2 يروح على الجاكس ادرينال ابيريتس، وعارفين السمباثاتيك ستيميليشن ستيميليتس رينين سيكريشن، يقوم ات ويل اكتيفيت ذا رينين انجيوتنسين الدوستيرون ميكانيزم. نمره 3 on proximal tubule and thick ascending lamba هو بي انكريز الصوديوم ريابسوربشن باي دايركت افكت على التيوبولر سيلز، يعني بيزود الاكتيفيتي اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بي بامب دايركتلي في التيوبولر سيلز بدون وسيط، يعني مش من خلال الانجيوتنسين 2 ولا حاجه. يبقى السمباثيك ستيميليشن طبعا محصلتها في النهايه زي ما مكتوب قدامكم انكريز صوديوم ريابسوربشن بتاثيرات على الجي اف ار بيقلله، على الرينين سيكريشن بيقلله. نمره 3 انا اسف الرينين بيزوده، وعلى البروكسيمال تيوبيول وعلى الثيك اسندنج لامب اوف ذا رينال تيوبيول بيزود الصوديوم ري ابسوربشن باي دايركت افكت. طب حاجه اللي جايين دول بقى هنقولهم بسرعه كده، الاستروجين بيزود الصوديوم ري ابسوربشن باي رينال تيوبيول، ومهم الكلام دوت عشان الحقيقه بيفسر حاجات هتاخدوها في الريبرودكشن. يعني الاستروجين لانه بيزود الصوديوم ري ابسوربشن فبيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن في الجسم شويه، وده ليه مظاهر مش عاوز اخوض فيها دلوقتي عشان هي بس تتطلب معرفتكم بالاكشن بتاعت الاستروجين. لما تعرفوا ان الاستروجين بيزيد بيعمل تاثيرات على البلاد بريشر وعلى البودي فلويدز سببها مقدرته على زياده الصوديوم ري ابسوربشن. الدايريتك دراجز بصفه عامه بتعمل زياده الصوديوم اكسكريشن، يعني بتنهبت الصوديوم ري ابسوربشن. طيب خلصنا احنا كده من الرينال هاندلنج اوف صوديوم، عرفنا الميكانيزم بتاعها والريجوليشن بتاعها. هننتقل الى الجلوكوز ري ابسوربشن باي ذا رينال تيوبيول. والجلوكوز ري ابسوربشن باي رينال تيوبيول لابد ان اول كلمه تغرب الى ذهنكم دلوقتي ان الميكانيزم بتاعه از باي سكندري اكتيف ترانسبورت، بس انا لازم اسبقها بجمله تقول او تلخص العلاقه بين الجلوكوز والرينال تيوبيول، ان الجلوكوز is completely reabsorbed by the proximal tubule by co-transport secondary active transport mechanism. Completely reabsorbed by the proximal tubule completely reabsorbed ده يعني for practical purposes، يعني الناس المدققين بشدة يعني يقول لك nearly completely reabsorbed لان في normally very minute amount of glucose في اليورين، في بس هم undetectable by simple laboratory measures، يعني في المعامل التحاليل الكميه الضئيله جدا من الجلوكوز اللي بتخرج في اليورين normally لبعض الناس is undetectable، ما بنشوفهاش، وبالتالي احنا بامان كافي يعني ممكن نقول for practical purposes يعني الجلوكوز is completely reabsorbed by the proximal tubule، يعني الفلويد اللي بيغادر البروكسيمال تيوبيول ما عادش فيه عمليا جلوكوز خالص. طيب الميكانيزم هو الميكانيزم اللي احنا ذكرناه بحذافيره، انا هعيده بس بسرعه، ان عندنا صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 على الابيثيليال اليومينال ممبرين بيمسك صوديوم جلوكوز، وعلى البيزولاترال ممبرين بتاع السيلز في صوديوم بوتاسيوم بامب بتخرج صوديوم للانترستيشال فلويد، تقوم تخلق جريدينت فور صوديوم، يقوم الصوديوم يخش ومتشعبط عليه الجلوكوز على نفس الكارير، الجلوكوز دخل السيل يكمل رحلته الى الانترستيشال فلويد عن طريق فاسيليتيتد ديفيوجن باي جلوت 2 او جلوكوز ترانسبورتر 2 سكندري اكتيف ترانسبورت. ولانه سكندري اكتيف ترانسبورت فهو يخضع للتيوبولار ماكسيمم كونسبت، يعني ليه ماكسيمم؟ الماكسيمم اماونت اوف جلوكوز ذات كان بي ري ابسوربد باي ذا رينال تيوبيول، ذيس از ذا ماكسيمم اماونت اوف جلوكوز ذات كان بي ري ابسوربد باي رينال تيوبيول، تمييزها طبعا ملي جرام بير مينيت بعيد تاني اهو. طيب قيمته قد ايه ده؟ في الرجاله
حوالي 375 مللي جرام بير مينت، في السيدات اقل شويه حوالي 300 مللي جرام بير مينت. يعني الترانسبورت ميكانيزم اللي موجود في البروكسيمال تيبيول في الرجاله يقدر ينقل 375 مللي جرام اوف جلوكوز في الدقيقه، مش اكتر من كده. في الستات 300 مللي جرام في الدقيقه، مش اكتر من كده. طيب ومرتبط بالتيبلر ماكسيمم على طول زي ما اتفقنا فكره الرينال ثريشولد. يبقى اكيد في ليفل معين في الدم لو الجلوكوز تخطاه هيبتدي يظهر في اليورين. ببساطه ليه؟ لان لما الجلوكوز يزيد في الدم يبقى الفلتر اماونت هتزيد، يبقى كميته في التيبلر فلويد هتتخطى الترانسبورت ماكسيمم ويبتدي يظهر في اليورين. الرينال ثريشولد فور جلوكوز is the plasma concentration at which glucose starts to appear in urine. وبالتالي تميزها ملي جرام بير دي ال. It is a plasma concentration بعيد للمرة العشرة. قيمتها قد إيه؟ في الفينس بلاد 180 ملي جرام بير دي ال، في الأرتيريال بلاد 200 ملي جرام أعلى شوية، إنما هو طبعا نادرا ما بنلجأ لقياس الجلوكوز في الأرتيريال بلاد، عادة الجلوكوز بيتقاس في الفينس بلاد. طيب يبقى الرينال ثريشولد فور جلوكوز نورمالي اباوت 180 ملي جرام بير دي ال ان فينس بلاد. يعني ما تبقوش حنبليين قوي، 180 دي رقم المعتاد، انما هتلاقوا حتت كاتبين اكتر من كده شويه، مش غلط يعني 180 190 200 ما يجراش حاجه. طيب دراسة علاقة الجلوكوز في الدم بالفلتريشن والري ابزوربشن والاكسكريشن يمكن توضيحها بكيرف لطيف جدا بيوضح الافكار الثلاثة اللي احنا قلناها، ما يعرف بالجلوكوز تايتريشن كيرف. هو علاقة ما بين زي ما انتم شايفين كده البلازما جلوكوز كونسنتريشن والجلوكوز فلتر او الجلوكوز ري ابزوربشن او الجلوكوز اكسكريشن. يعني ايه؟ يعني لما البلازما جلوكوز ليفل يزيد الجلوكوز اللي فلترد هيبقى قد ايه؟ او الري ابزوربت هيبقى قد ايه؟ او الاكسكريتد هيبقى قد ايه؟ يعني في الحقيقه احنا مش هنرسم كيرف واحد، الحقيقه احنا هنرسم 3 كيرف كل واحد منهم بيوصف عمليه شكل. هنبدا بالفلترد لود، اكيد العلاقه لينير، كل ما الجلوكوز في الدم هيزيد كل الاماونت اللي فلترد هتزيد بنفس الدرجه، اذا هي خط مستقيم وليس له حدود. ليس له حدود. ان شاء الله يا رب الجلوكوز في الدم بقى تركيبه 5000 مللي جرام، يعني القلب بقى مربع، يعني هو في الفلتر، لانه بومنز ممبرين از فريلي فلترد تو جلوكوز. يبقى العلاقه علاقه ايه؟ لينير وذاوت ليميت، زي ما احنا شايفين اهو لغايه بلازما جلوكوز ليفل 800 والعلاقه زي ما هي. This is the filtered load of glucose. طيب امال الكيرف الثاني ده اللي مرسوم كده ده بقى هو علاقه ما بين البلازما جلوكوز كونسنتريشن والاماونت اوف جلوكوز ري ابزوربد بير مينيت. طبيعي ان كل ما الجلوكوز في الدم يعلى، يعني كل ما الفلترد اماونت تزيد كل ما الري ابزوربشن هيزيد. هل بدون ليميت؟ لا طبعا بليميت، ما احنا قلنا ان في حاجه اسمها تيوبولار ماكسيمم، الماكسيمم اماونت ذات كان بي ري ابزوربد. هو ده انه لما مع زياده البلاد جلوكوز ليفل صحيح الري ابزوربشن بيزيد يصل لحد معين ويثبت بقى هورزونتال اهو. الحد ده هو مين؟ التي ماكس، تيوبولار ماكس، مش كده؟ اللي تقريبا زي ما قلنا 375 مللي جرام في الدقيقه. طيب الفرق بين الاثنين دول هو مين؟ الفرق بين الاثنين دول بين الاماونت فلترد والاماونت ري ابزوربد
هو الاماونت سكريتد في اليورين، بيبقى فلتر شويه ويبقى ري ابزورب شويه. لو في فرق بينهم الفرق ده هيخرج في اليورين اكسكريتد. طب زي ما انتم شايفين انه ات لو بلازما جلوكوز كونسنتريشن التو كيرفز على بعض، يعني مفيش فرق بينهم، يبقى الاماونت اكسكريتد هتبقى صفر. يعني الكيرف اللي بيصف العلاقه ما بين البلازما جلوكوز ليفل والجلوكوز اللي اكسكريتد في اليورين، الكيرف ده هيبقى عامل كده في البدايه كان على الصفر، طول ما ايه؟ ما الاماونت فلترت يمكن انها تبقى ري ابزوربت. بس لما الاماونت فلتر بتزيد والري ابزوربشن مش عارف يزيد، يبتدي الاكسكريشن يبان. هو طبعا واضح انه الكيرف هنا ما بيتغيرش فجاه، ساعات علق عليها. بس الاول نقول انه الاول كان الاكسكريشن كان ايه؟ صفر لغايه بلاد جلوكوز ليفل معين، عندها الكيرف ده ابتدى يعلى عن الصفر، يعني ابتدى يبقى فيه اكسكريشن، يبقى القيمه دي هي مين؟ الرينال ثريشولد. صح، الرينال ثريشولد. يبقى الرينال ثريشولد هو البلازما جلوكوز كونسنتريشن ات ويتش جلوكوز ستارتس تو بي اكسكريتد ان يورين، ستارتس تو ابير ان يورين. This is the renal threshold اللي قيمتها الطبيعية زي ما اتفقنا 180 مللي جرام بير دي ال. الكيرف في الحتة دي كده وفي الحتة دي الحقيقة ما بيتغيرش بصورة حادة، بيتغير بصورة تدريجية، بتوصف كده إنها سبلاي. سبلاي يعني جراديوال تشينج. ده السبب في كده إيه؟ ده بقول قبل السبب المعنى. المعنى ان الاماونت ري ابزوربت بتبتدي تقل تدريجيا لغايه ما تثبت، يعني التزايد في الري ابزوربشن بيبتدي يقل تدريجيا لغايه ما التزايد يتوقف، يعني تبقى كونستانت. ده معنى الحته دي من الكيرف. طب سببه ايه؟ سببه ان مش كل الكاريرز بتاعت الجلوكوز ليها نفس الافينيتي، مش كل الكاريرز بتشتغل عند نفس الكفاءة، فبعضهم بيوصل للساتوريشن بتاعه قبل التاني، فده بيخلي جراديوال ديكلاين في الريت اوف ديكريز ان ري ابزوربشن يقل واحدة واحدة. يبقى الديسبلاي ده از ديو تو هيتروجينيسيتي، عدم تجانس الجلوكوز ترانسبورترز. ونفس الحكاية تفسر لنا الاكسكريشن. الاكسكريشن مش كان هنا صفر وفجأة بقى كده، لا برضه تدريجيا. بس طبعا احب ان انتوا تكونوا مستوعبين ان الاكسكريشن كيرف ده، الحته اللي انا مشاور عليها دي، موازيه لده. يعني ايه موازيه ليه؟ يعني الزياده في الفلتر تبقى قد الزياده في الاكسكريشن، الكيرفين دول متوازيين. معناها ان عند زياده معينه في البلاد جلوكوز ليفل لما الري ابزوربشن توقف بقى كل الاماونت اللي بتبقى فلتر زياده كلها بتبقى اكسكريتد، لكن في الجزء ده الاماونت اللي فلتر بتزيد، الاماونت الري ابزوربت بتزيد بس مش بنفس الدرجه، وبالتالي الاماونت اكسكريتد بتزيد بس مش بنفس كميه الزياده في الفلتريشن. طيب يبقى الثري كيرفز دول بصفه عامه بيطلق عليهم الجلوكوز تايتريشن كيرف، بيصفوا العلاقة ما بين البلازما جلوكوز كونسنتريشن تشينجز مع الفلتر لود مع الري ابزورب اماونت مع الاكسكريتد اماونت اوف جلوكوز، وبيظهر فيها مفهوم التيوبلر ماكسيمم والرينال ثريشولد واضح. طيب وجود الجلوكوز في اليورين زي ما اتفقنا اسمه جلايكوزوريا، اكسكريشن اوف جلوكوز ان يورين in a significant amount، عشان اصدقائنا ما يزعلوش، عشان انا قلت لكم انه في ناس حنبليين بيقولوا ان النورمال الجلوكوز في اليورين في جلوكوز بس الكميه ضئيله جدا. فاحنا بنقول excretion of glucose in urine in a significant amount، مع ان دي يعني significant amount ده يبدو تعبير
ما هوش ساينتفك يعني، مضطرد جدا يعني. ايه اللي انا هعتبره سيجنيفيكانت ده يعني؟ بس ما علينا. الجلايكوزوريا ممكن تكون سبب دايبيتس ميليتس، اشهر سبب طبعا، عشان البلاد جلوكوز ليفل هو العالي، فالفلتر لود يتخطى التي ماكس بتاع الرينر تيبيول كويس. او ممكن يكون رينر جلوكوزوريا. ايه رينر جلوكوزوريا ده؟ الرينر جلوكوزوريا ده كونجنتال ديفكت في الكدني، مصدرتها على الري ابزوربشن والجلوكوز محدوده، يعني الرينال ثريشولد عند المرضى دول واطي، لو رينال ثريشولد ديت ذا كونجنتال ديفكت، يبقى هم عندهم البلاد جلوكوز ليفل واطي، يعني مش واطي يعني ما هوش عالي، ما عندهمش هايبر جلايسيميا، لكن في جلوكوز في اليورين، بالرغم من ان الجلوكوز في الدم طبيعي 80 90 100 110 ملي جرام بير دي ال، ده ليفل طبيعي في الدم، ومع هذا الجلوكوز بيخرج في اليورين لان الرينال ثريشولد بتاع الكدني واطي. طيب احنا كده خلصنا من الجلوكوز ابزوربشن، وهننتقل الى الري ابزوربشن بتاع ماده مهمه جدا الحقيقه، الميه. ووتر هاندلنج باي ذا رينال تيوبولز، وبرضه احنا نطلق عليها ووتر ابزوربشن لان ما فيش ووتر سكريشن باي ذا رينال تيوبولز. الميه يا اما تبقى ري ابزورب تتسفى حالها، انما مش هيتحط عليها. طيب الووتر ابزوربشن زي ما اتفقنا من البدايه هو باسيف بروسيس ذات اوكيرز باي اوزموزيس، يعني لازم لها اوزموتيك بريشر جريدينت. وقت ما يبقى فيه الجريدينت ده موجود الميه هترجع بشرط ان الممبرين يكون بيسمح لها. طيب الووتر ري ابزوربشن بيحدث في اجزاء متعدده من النفرون، بس هرجع اقول برضه ان مش كل الرينال تيوبيول قادره على الووتر ري ابزوربشن. بنقسم الووتر ري ابزوربشن باي ذا رينال تيوبيول الى نوعين، نوع اوبليجاتوري ونوع فاكالتاتيف. اوبليجاتوري يعني اضطراري او اجباري، وفاكالتاتيف دي يعني اختياري. يعني ايه اجباري ويعني ايه اختياري في الكدني؟ اوبليجاتوري يعني هيحصل له ري ابزوربشن وهو مش تحت سيطره الجسم، وهو الجسم بيسيطر على الووتر ري ابزوربشن بايه؟ بالانتي دايريتيك هرمون. فاذا الاوبليجاتوري ووتر ري ابزوربشن is independent of the ADH action، ملوش ال ADH ما بيأثرش عليه، في حين ان الفاكالتاتيف هو اللي تحت تأثير او تحت سيطرة ال ADH، وعشان كده هو فاكالتاتيف. لما الجسم عاوزه يحصل يعمل secretion of ADH. ال obligatory water reabsorption هو الكمية الأعظم، 87% of the filtered water is reabsorbed obligatory، في حين ان الباقي اللي هو حوالي 12.5% of the filtered water is the facultative. يعني 0.5% من الفلترد ووتر هو اللي بيخرج عادة. احنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده، وقلت لكم ان الجلوميرال فلترد حجمه في اليوم 180 لتر، واليورين اللي بيخرج ما بين لتر و2 لتر يعني كبرسنتج اقل من 1%. يعني احنا مختارين هنا نخلي منها 0.5%. ايه الاماكن اللي بتعمل صوديوم ري ابزوربشن اوبليجاتوري في النيفرون؟ البروكسيمال تيوبيول، المكان الرئيسي للصوديوم للووتر ري ابزوربشن في النيفرون هو البروكسيمال تيوبيول. 65% of the filtered water is reabsorbed by the proximal tubule، والكلام ده بيحدث secondary to solute reabsorption. فاكرين انتم ان 65% برضه من الصوديوم كان reabsorbed by the proximal tubule، والموست كل الجلوكوز والامينو اسيدز are reabsorbed by
ذا بروكسيمال تيوبيول. السولنس اللي بترجع دي بيرجع وراها ميه بنفس النسبه 65%. يعني الفلويد اللي بيرجع از ايزوتونيك فلويد اهو سكندري توري ابزوربشن اوف 65% اوف سوليد. وارجوكم بس ما حدش يحتار في الارقام، بمعنى ان تقولوا لي الله اذا كان لوحده الصوديوم هو 65% ازاي جاي تقول لنا ان 65% اوف ذا سوليد؟ ما هو معاه جلوكوز ومعاه امينو اسيدز واشياء اخرى. بس مقارنه بالصوديوم لا يذكره. يعني الصوديوم مساهمته في الاوزمولاريتي بتاعت البولي فلويدز لا تقارن بالجلوكوز والامينو اسيدز. يعني لو تحسبوها يطلع يعني ان الجلوكوز ده ما بيساهمش في حاجه تقريبا، قليل خالص مقارنه بالصوديوم. طيب يبقى most of the obligatory watery absorption occurs in the proximal tubule secondary to urinary absorption of solute. ويهمني بس انه يبقى واضح انه لان على قد السوليت اللي بيرجع على قد ما الميه بترجع، يبقى التيوبولر فلويد remaining in the tubule ورايح منها للوب اوف هنلي is still isotonic fluid زيه زي الفلويد اللي نزل في البومن كبسول. كويس، يبقى هنا كان 300 ملي اوزمول، والانترستيشال فلويد زي ما احنا عارفين هو 300 ملي اوزمول، والفلويد اللي وصل لهنا هيفضل 300 ملي اوزمول. كويس قوي. طب وبعدين الفلويد اللي الاوزمولاريتي بتاعته 300 ملي اوزمول ده فقط صحيح 65% من الميه اللي بتاعته، ولكن كمان فقط 65% من السوليد، فاستمر على حاله ايزو اوزموتيك. في الديسندنج لوب اوف هنلي 15% of the filtered water is reabsorbed and this occurs passively زي الميه كالعاده by osmosis. ولان الحقيقه لما كنت بكلمكم على البروبرتيز بتاعت اللوب اوف هنلي قلت لكم ان في الديسندنج لين ما بيعديش صوديوم، بيعدي ميه. وقلت لكم ان بيعدي ميه لان الميدلري انترستيشال فلويد هايبرتونيك. يبقى الري ابزوربشن باي ذا سيم ديسندنج لين اوف ذا لوب از ديو تو ذا هاي اوزمولاريتي اوف ذا ميدلري انترستيشال. ايه السبب في الهاي اوزمولاريتي ده؟ هنتكلم بعد شويه ان شاء الله. الميدلري اوزمولاريتي طول ما بنخش للعمق كده بتزيد، بدل ما هي 300 ملي اوزمول ده بقيه الجسم في الكورتكس، في عمق المضله بتصل الاوزمولاريتي بتاعت الانترستيشال فلويد الى 1200 ملي اوزمول، اربع اضعاف الاوزمولاريتي بتاعت التيشوز في اي حته ثانيه في جسمنا. هذا الهايبر اوزمولاريتي بتاعت المضله الانترستيشال بتشد ميه من الـ descending limb of the loop. طيب الـ ascending loop of Henle is impermeable to water زي ما ذكرنا. يبقى الفلويد اللي جاي لنا من الـ proximal tubule ونازل على الـ loop of Henle الاوزمولاريتي بتاعته كانت 300. وصلت الاوزمولاريتي بتاعته لما وصل للتيب بتاعت الـ loop of Henle الى قيمه مساويه للانترستيشال فلويد في المظله حوالي 1200 ملي اوزمول، يعني اصبح فيري كونسنتريت. هيطلع هنا كده في الاسندنج لين بيفقد صوديوم، مش كده؟ وفي السيكلين بيفقد صوديوم اكتر، لدرجه ان الفلويد اللي هيسيب اللوب اوف هنلي بيبقى هايبوتونيك. لولا السيك لمب ده كان يبقى الكلام ده غير منطقي. ليه؟ لانه اوكي هو وصلنا هنا ل 1200 كده في صوديوم كتير، الصوديوم هيرجع اخرته يبقى كام يعني؟ الاوزمولاريتي بتاعت الفلويد ده 300 بقى زي الانترستيشال فلويد العادي. ايه اللي يوصله ل 100؟ اكيد بيتاخد منه صوديوم من غير ميه، وده اللي بيحصل
في السيك أساندينج لامب، في السيك أساندينج لامب وفي الديستال كونفوليوتد تيوبيول بيحصل صوديوم ري أبزوربشن بالميكانيزمز اللي ذكرناها، while this segment of the renal tubule بداية من ده are impermeable to water، فيقوم الفلويد يبقى gradually hypoosmotic hypotonic، and that is why we call this part of the renal tubule the diluting part. diluting part يعني بي reabsorb solutes ويسيب الميه في الرينال تيوبيول، فبيخفف الرينال تيوبولار فلويد. طيب 5% من الصوديوم are reabsorbed by the distal convoluted tubule، and على فكره انا لغايه دلوقتي بتكلم بالاوبليجاتور، ده بيحصل له reabsorption ميه شويه، ما انت بتقول impermeable almost impermeable يعني في شويه ميه بتبقى ريابزوربت بس محدوده، وفي الديستال او في الكولكتنج تيوبيولز في مينيمال اماونت اوف ووتر ريابزوربشن برضه كميتها محدوده. يبقى الاوبليجاتوري ووتر ريابزوربشن معظمه في البروكسيمال تيوبيول والديسندنج لمب اوف ذا لوب اوف فانج، في الديستال بارت وفي الكولكتنج تيوبيولز فيري سمول اماونت اوف اوبليجاتوري ووتر ريابزوربشن اوكيرز. طب امال لله الفاكالتيف اللي بيديبند على الاي دي اتش ده بيحصل فين بقى؟ في الليت ديستال تيوبيول وفي الكوركتنج داكت 8% من الفلتر ووتر بيكم ري ابزوربت، دول اندر ذا افكت اوف اي دي اتش، يعني لو عاوزينهم يحصل لهم ري ابزوربشن نفتح لهم السكه باي اي دي اتش، لو فتحنا لهم السكه مش هيرجعوا؟ طبعا هيرجعوا، لان ده الفلويد هنا بقول لكم فيري هايبوتونيك، والمرارة بتاعته 60 ساعات بتوصل 50 كمان، والانترستيشال فلويد 300 ملي اوزمول، ففي فيري هاي جريدينت، بس السكه تتفتح. اللي بيفتح السكه الاي دي اتش عن طريق انه بيعمل انسرشن اوف اكوا بورين تو شانلز في التيوبولار ابيثيليال سيلف يسمح للميه انها ترجع من غير اي دي اتش، فيري مينيمال اماونت اوف ووتر كان بي ري ابزوربد. يبقى 8% من الفلتر ووتر ار بي ابزوربد اندر ذا افكت اوف اي دي اتش ان ليت ديستال تيوبيول اند كولكتنج داكت، والاربعه ونص اللي فاضلين هو وظيفه الميدلري كولكتنج داكت برضه تحت تاثير الاي دي اتش. اوكي يبقى زي ما اتفقنا من الاول حوالي 12.5% فاكالتاتيف اي دي اتش ديبندنت، وحوالي 87% اوبليجاتوري اندبندنت اون اي دي اتش. طيب نيجي بقى لليورين كونسنتريشن اند دايلوشن، ازاي الجسم بيقدر يتحكم في اخراج يورين كونسنتريتد او يورين دايلوتد. بس قبل ما نخش في التفاصيل احنا لازم نسال هو اهميه السؤال ايه اصلا؟ هو اصل الموضوع بيعكس احتياج الجسم للميه. لو جسمي فيه ميه كفايه او ميه زياده فالجسم هيتخلص من الميه الزياده دي في اليورين، فيقوم اليورين يطلع بايوت. لكن لو الجسم عنده مشكله في الحصول على الميه يعني دي هايدريتد، يبقى الجسم لازم يقلل بقدر الامكان اخراج الميه في اليورين، فيخرج اليورين فيري كونسنتريتد. الكدني بتاعتنا عندها مقدره على التحكم في درجه الدايليوشن بتاعه اليورين، ممكن اليورين بتاعنا يخرج الاوزمولاريتي بتاعته 1200 ملي اوزمول، وممكن اليورين يخرج الاوزمولاريتي بتاعته 50 ملي اوزمول، يعني ممكن يبقى هايلي كونسنتريتد وممكن يبقى هايلي دايلوتد ديبندنج على الووتر بالانس في جسمي، هل جسمي محتاج ميه ولا مش محتاج ميه. طيب ازاي الكدني
بتقوم بالمهمه دي. ايه هي الريكويرمنتس فور اكسكريتنج ا كونسنتريتد يورين؟ ازاي الجن بتقدر تعمل كونسنتريشن؟ اشمعنى يعني ما قلناش دايليوشن؟ اصل هو اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي يخلي اليورين اللي هيطلع دايليوتد. ما احنا في اللي فات ده قلنا ان اخره السكه بتاعتنا ايه؟ انه التيبولر فلويد بقى فيري دايليوت 50 مللي مول او اقل. لو سيبناه في حاله كده وخرج خلاص احنا خرجنا دايليوت يورين. هي القضيه ان احنا عاوزين نطلع يورين كونسنتريتد لما يبقى جسمي عنده ازمه في الميه. طيب لازم يبقى فيه انف اي دي اتش عشان يزود البرميابيلتي بتاعه الليد ليستر تيبيول والكولكتنج تيبيول مدلر دكت توتر اللي هي حته الفاكولتاتيف. يبقى لازم يبقى عندي انف اي دي اتش اكشن. نمره اثنين، وهذا هو مربط الفرس دلوقتي. معلش هرجع للي فات. انا قلت لكم انه هنا او هنا، خلينا هنا، الري ابزوربشن بتاع الميه معتمد على ايه؟ على الاي دي اتش. بس مش معتمد على الاي دي اتش وبس، ده معتمد ان الاوزمولاريتي بتاعه الانترستيشال فلويد حوالين الرينال تيوبيول تبقى عاليه عشان الميه تتحرك. طب اذا كان في الكورتكس الاوزمولاريتي عاليه، اه بس لو كان المضله رخله زيها كان اخرتها اليورين هتطلع الاوزمولاريتي بتاعته 300 كده. يعني لو مشي هنا كده والاي دي اتش موجود وفتح السكه على الاخر، الميه هتفضل تطلع. لو كان الاوزمولاريتي بتاعت الانترستيشال فلويد هنا 300 كان اخرتها اليورين هيطلع كونسنتريتد قد البودي فلويد. لكن الحقيقه انا قلت لكم ان اليورين بيطلع الكونسنتريشن بتاعته 1200 او الاوزمولاريتي بتاعته 1200 مللي اوزمول عشان الانترستيشن هنا 1200. فالحقيقه بقى لما نيجي هنا نقول في الريكويرمنت انه يكون في انف اي دي اتش، ده كمان لازم يكون في هايبر اوزموتيك رينال مضله. طب الهايبر اوزموتيك رينال مضله دي مين اللي عملها؟ اللي عملها سيستم رباعي هو يعني تحفه فنيه، بلاش فنيه، تحفه تكنولوجيه في الكدني. ازاي بيشتغل وازاي متنظم هنحاول نفهمه واحده واحده، لانه قبل ما ابتدي اشرحه لازم اقول لكم ان هو محتاج تركيز في الفهم ومتابعه، ويمكن الواحد يحتاج يفكر فيه اكتر من مره لغايه ما يستوعب هو بيحصل ازاي. الميكانيزم الرباعي ده انا بقول اسامي دلوقتي وبعدين هوضح. What we call a counter current multiplier system which is the function of the loop of Henle، و counter current exchanger system which is the function of the vasa recta، و passive diffusion of the urea من المدلري دكت، و sluggish medullary blood flow بيمثل 1 إلى 2% من الرينال blood flow. الأربعة دول كده بيتعاونوا سويا لإنشاء والمحافظة على high osmolarity of medullary interstitial. كل واحد منهم معناه إيه وبيشتغل إزاي؟ نتكل على الله ونبتدي نشوف. الأول what is a counter current system؟ أنا قلت لكم في اللي فاتوا إنه في حاجة اسمها counter current multiplier، وفي ميكانيزم تاني اسمه counter current exchanger. طب نفهم اول كلمه الاول، يعني ايه كاونتر كارنت سيستم اصلا؟ كاونتر كارنت الاسم بيقول، كاونتر كارنت يعني كارنت يعني تيار، وكاونتر يعني عكسي. يعني ايه؟ يبدو كده تيار عكسي. يعني ايه؟ بصوا للمثال ده اللي يساعدنا في فهم يعني ايه كاونتر كارنت سيستم، بس هحذركم ان انتم ما تحاولوش تطبقوه على اللي بيحصل في الكدني بحذافيره عشان في شويه فروقات، بس ما فيش مانع ان احنا نبتدي بيه. لو عندنا تيوب كده وبيمشي فيها ميه في الاتجاه ده، وجبت لهب فليم
وسخنت الضيوف الحداجة، والفلين ده مع معدل الفلو بتاع المية ده بيقدر يرفع درجة حرارة المية اللي داخله مثلا من 10 درجات. بعد ما بفر على الفلين الحرارة بتبقى 20، اوكي؟ يبقى اللهب ده بيقدر يرفع حرارة المية قد ايه؟ 10 درجات. فالمية اللي داخل 10 واللي خارجة 20، كويس قوي. هعمل الموديفيكيشن دي، بدل ما التيوب دي ماشية كده ستريت هلويها كده، وبرضه هخلي المية تمشي فيها، هتخش من الناحية دي وتطلع من الناحية التانية. واضح ان في كاونتر كارنت، المية في انبوبة ماشية عكس التانية، وبرضه هسخن هنا. هلاحظ الفرق الواضح ده. احنا اتفقنا انه اللهب ده بيقدر يسخن المية 10 درجات، بس الغريب ان انا هلاقي العلاج ان المية اللي داخلة 10 بس تدريجيا بتسخن، تسخن ل40 ل50 وترجع تبرد 40 30 وفي الاخر تبقى 20. الكلام ده حصل ليه؟ هو اولا نلاحظ انه اللهب زود حرارة المية فعلا 10 درجات، بس من 10 درجات بدول من 40 ل 50 مش من 10 ل 20. فهو اللهب ما فيهوش تفاؤل، هو بيقوم بمهمته اللي انا عارفها ان بيرفع درجه حراره الميه 10 درجات. سواء بقى رفعهم من 10 ل 20 ولا رفعهم من 40 ل 50، المهم انه بيرفعهم 10 درجات. طب هو ليه بقى الميه اللي نازله من هنا بتسخن؟ عشان الميه اللي بتطلع من هنا سخنه وده جنب ده، فالحراره بتاعه ده بتسخن ده، فيقوم ده يبرد وده يسخن، فعبال ما ده يوصل لتحت تكون حرارته زادت. بدل ما بيوصل هنا وحرارته 10 هيوصل هنا وحرارته 40، يقوم اللهب يرفعه من 40 الى 50 وهو طالع بيبرد. بس نلاحظ ملاحظه مهمه ان اللي جاي من هنا 10 واللي خارج يعني زي اللي فاتت، ما اللي فاتت هي نفس النتيجه، ان اللي داخل 10 واللي خارج 20. اه طبعا ما هو هي دي الطاقه اللي انا خدتها، مش هخلق طاقه جديده، بس اللي استفدته هنا ان تولد راسيا حراره اعلى، مش كده؟ انما افقيا كده هي هي. This is an example of counter current system، اللي الفلويد بيعدي في اتجاهين واتجاه منهم بيأثر على الاتجاه التاني. طيب علاقة ده ايه بالكلمة؟ يبقى السهم الأخضر ده بيورينا الاتجاه اللي الحرارة عليت فيه، اللي الكاونتر كارنت نشأ أو أدى إليه. طيب قبل ما أتكلم ازاي الكدني بتشتغل ككاونتر كارنت سيستم، نراجع أو نذكر شوية مواصفات للنفرون إحنا عارفينها بس لازم نراجعها ونشير إليها دلوقتي عشان نخش للكاونتر كارنت سيستم. الديسندنج ليمب أفكركم it is permeable to water and impermeable to sodium chloride. طيب نمرة 2، السين اسندنج ليمب بالعكس impermeable to water وبيحصل فيه passive absorption of sodium chloride. حلو، السيك اسندنج ليمب impermeable to water وبيحصل فيه active reabsorption of sodium chloride، وهدوت هنا انه impermeable to urea. طيب وفي الـ early distal tubule is also relatively impermeable to water وبيحصل فيه actively absorption of sodium chloride وبرضه impermeable to urea. الليد ديستال تيبيول والكورتيكال كولكتنج دكت نفس الكلام، هو impermeable to water but can be permeable to water under the effect of ADH but still it is impermeable to urea. بيحصل فيه صوديوم دي ابزوربشن؟ اه بيحصل. طيب يبقى اللي فاضل الايه؟
الكورتيكال او المدلري بارت اوف ذا كولكتنج داكت، ودي بيرميبل تو ووتر اند يوريه ان بريزنس اوف اي دي اتش. يعني واضح ان طول ما احنا ماشيين في الرينال تيوبيول الخصائص بتتغير، يعني مش ممكن تكون صدفه، ده حد مرتبها كده عشان تعمل وظيفه معينه. الوظيفه المعينه دي هي الكاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم. الحقيقه رحله اكتشاف الكاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم ده بدات بملاحظه بسيطه جدا، وهي ان في بعض الانيمالز ما بتقدرش تخرج يورين كونسنتريتد، زي مين مثلا؟ زي البطه. البطه لانها الموطن الطبيعي بتاعها البرك والمستنقعات والانهار، فهي عايشه في وسط الميه، فهي ما عندهاش مشكله في الميه عاده، فما بتطلعش، ما عندهاش سيستم يكونسنتريت اليورين. في حين ان الحيوانات اللي عايشه في الصحراء، الفئران مثلا، كان كونسنتريت اليورين بتاعها لدرجه ضخمه جدا، ده اكتر من بني ادم. يعني الرات البني ادم اكتر اوزمولاريتي احنا ذكرنا لليورين تطلع 1200، لا الحيوانات بتاع الصحراء ممكن تخرج يورين كونسنتريتد لغايه 3000 و4000 وساعات 5000 ملي اوزمول، اكستريملي كونسنتريتد يورين. طب ازاي الانيمالز مختلفه عن بعضها وهي كلها عندها كيدنيز؟ لما الناس قعدت تشوف الكيدنيز بتاعه الانيمالز دي، ما الناس بتفكر بتدور على الاسباب. دي عباده على فكره، يعني الناس تدور على الحاجات دي، دي عباده. ليه؟ هو ربنا قال لنا كده، قل سيروا في الارض انظروا كيف بدا الخلق. ربنا قال لنا كده، شوف الخلق اتعمل ازاي. فهو لما نعمل اللي ربنا قال لنا عليه ده عباده، يعني مش نتفرج عليه نقول اه يا سلام سبحان الله، ده شوف اللي في الميه واللي في الصحراء وربنا خليقهم ازاي ونكتفي بهذا القدر. ما ينفعش، كل حاجه لازم ندور بتحصل ازاي. الناس لما ابتدت تفحص الكيدنيز بتاعه الانيمالز المختلفه دي، لقيت ان الفرق يكمن في وجود اللوب اوف هانلت. كل ما اللوب اوف هانلت تبقى موجوده وبطول اطول، كل ما مقدره الكيدن دي على انتاج يورين كونسنتريشن تبقى اعلى. ده مش بس كده، لما قاسوا الاوزمولاريتي بتاعه الانترستيشال فلويد بتاع الكيدني، لقاها عند الكورتكس زي بقيه الجسم 300 مللي اوزمول تقريبا. في السوبرفيشال لاير اوف مدار اوف مدلة اعلى، وفي الديب لاير اوف مدلة اعلى واعلى. حاجه محتاجه تفسير برضه، مش بس كده، لان الانترستيشال فلويد اللي موجود في الكورتكس تركيبته زي الانترستيشال فلويد اللي موجود في كل حته، اكسترا سيلولار فلويد. لكن لقوا انه الفلويد اللي في الاوتر لاير اوف مدلة بيتميز بوجود تركيز عالي جدا من الصوديوم ايونز، وهو ده السبب في الاوزمولاريتي العاليه بتاعته. طب نزلنا للديب بارت اوف ذا ميدالا، لقينا تركيز الصوديوم لسه عالي بس مش اعلى كتير عن اللي كان موجود في الاوتر لاير من الميدالا. لكن اللي فرق في الديب بارت بتاع الميدالا اليوريا، تركيزها في الانترستيشال فلويد عالي جدا. يعني اكن الميدالري انترستيشن اعلى من بقيه الجسم في السوبرفيشال لاير بتاعته بسبب اكسس صوديوم، وفي الديب لاير بسبب فوق الاكسس صوديوم اكسس يوريا. دي معلومات بدائيه جدا بنوصف اللي موجود، لكن اللي موجود ده حصل ازاي بقى؟ هو ده الناس اللي بتفكر والناس اللي بتدرس وبتستنتج. طيب نشوف بقى How does the loop of Henle function as a counter current multiplier to generate high osmolarity
in renal medullary interstitial fluid. ازاي اللوب اوف هانلي بتؤدي وظيفتها كاونتر كارنت مالتيبلاير. مالتيبلاير يعني بتملتيبلاي. بتملتيبلاي يعني ايه؟ ازاي اللوب اوف هانلي functions as a counter current multiplier, يعني بتملتيبلاي الاوزمولاريتي بتاع الانترستيشال فلويد بدل ما هو 300 بتضعفه ملتيبلاير ل 1200 في الديبر لاير اوف ذا رينال ميدولا. ازاي بيتم هذا؟ نشوف مع بعض ونركز. وعاوز اقول لكم انه الجزء اللي جاي ده هو في الحقيقة مش مشروح في الكتاب. وهو مش مشروح في الكتاب لأنه متقال بس القواعد بتاعته. إنما هو إزاي حصل يعني أمر الحقيقة كتبته في الورق غير مجدي. ولازم نفهمه كده. طيب وبعد ما نفهمه يعني خلاص المهمة خلصت. هل حد هيجي يسألنا هو بيحصل ازاي في الامتحان يعني؟ لا في الغالب لا. هو هيسألك بس هو حصل ليه؟ ونتائجه ايه؟ وايه البروبرتيز بتاعة الرينال تيوبيول اللي خليتها تقدر تعمل الكاونتر كارنت سيستم ده؟ اتكلمنا اللي قلناه لغاية دلوقتي. لكن الجزء اللي انا هقوله ده لكي تطمئن النفوس يعني. يعني عشان اللي بيحفظ ما يحسش انه بيحفظ وهو مش فاهم. هتاخد مننا وقت بس مش خساره. طيب ازاي بتتم عمليه الكاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم ده؟ This is the loop of Henle. واحنا هنتبع في محاوله فهمنا لكيفيه انشاء الهاي ميدلري انترستيشال فلويد لفكره ان انا هخلي الفلويد يتحرك في التيوبيول وهوقفه واشوف هيحصل ايه. لكني باخد لقطه وبعدين اسمح له انه يمشي تاني. هاخد ديفرنت سناب شوتس للي بيحصل ونشوف في الاخر هيتكون ايه. وهبدا الحقيقه بوظيفه اللوب اوف هانلي بتاعه كورتيكال نيفرون. كورتيكال نيفرون يعني اللوب اوف هانلي سيارات ومش داخله العمق الكلي. موجوده طبعا. ما احنا قلنا في نوعين، في كورتيكال نيفرونز وفي جاستا ميدلري نيفرونز. اللي انا هتكلم عليه حاليا اللي موجود او اللي بتقوم بيه الكورتيكال نيفرونز اللي اللوب اوف هانلي بتاعها مش غطسانه لعمق الميدلري. طب هو الكورتيكال نيفرونز دول هتولد هايبر اوزموتيك ميدلري انترستيشن 1200؟ لا، 1200 ده بيحصل عند التيب اوف ذا ميدلر تحته خالص. يبقى هو اكيد وظيفه الجاكسا ميدلري نيفرونز. اما الكورتكس اللي انا اسف السوبرفيشال لاير بتاعت الميدلر الاوزمولاريتي فيها 300 زي الكورتكس؟ لا ازيد كام يعني حوالي 600 ل 700 ملي اوزمول. فاحنا هنشوف دلوقتي ال 600 700 ملي اوزمول دول هيحصلوا ازاي. وبعدين بعد ما نفهمهم هنطور فهمنا بقيه ال 1200 في الديب بارت اوف ذا ميدلا بيحصلوا ازاي. طيب نبدا الاول كده بنقطه انطلاق صفر، ان الفلويد اللي في الرينال تيوبيول اللوب اوف هانلي كله 300 ملي اوزمول، والانترستيشال فلويد كله 300 ملي اوزمول. اكن اللوب دي لسه ما عملتش حاجه. احنا اتفقنا ان في الثيك بارت اللي هو اللي انا رسمه غامق ده في صوديوم بامب which can pump sodium out. البامب دي تقدر تفضل تعمل بامبنج للصوديوم من التيوبولار فلويد للانترستيشال فلويد لغايه ما تحقق جريدينت مقداره 200 ملي اوزمول.
يعني هي البامب ما تقدرش تشتغل اقوى من كده يعني، او ما تقدرش تكمل بعد كده؟ لا تقدر، بس هي المشكله في ايه؟ انه لما الصوديوم اللي بيبقى بامبد اوت كده بيزيد عن الرقم ده، الباك ليك بتاع الصوديوم بيبقى مساوي للبامبنج بتاع البامب، لكن ما بيحصلش حاجه. فاكرين لما قلت لكم ان لما الصوديوم والميه بيرجعوا بيتزنقوا الاول في الانترستيشال فلويد قبل ما يخشوا الكابيلاري، فلو الصوديوم اللي بيرجع بقى كتير قوي بامبنج قوي، لما الامور بتزيد عن 200 ملي اوزمول، الباك ليك بتاع الصوديوم ان الصوديوم يرتد ويرجع تيجي للفلويد تاني بيزيد هو الاخر ويصبح مساوي للبامبنج، فخلاص اكيد البامب مش هتعرف تجنريت اكتر من 200 ملي اوزمول جريدينت. طيب نشغل البامب، بصوا يبقى انا دلوقتي نقطه صفر تايم زيرو، هشغل البامب. البامب هتعمل ايه؟ هتطلع صوديوم من هنا تحطه هنا لغايه ما يتحقق جريدينت مقداره 200 ملي اوزمول اهو، صح كده؟ القسمه الحمراء دي البامب شغاله، ام هنا بقى 400 وهنا 200، واضح؟ طيب هوقف البامب وابص للناحيه الثانيه، هو البامب دي طلعت صوديوم هل يرجع ورا ميه؟ ما يقدرش، الحته دي انترميبل تو ووتر، كويس. طيب بصوا بقى كده، هبص على اللينب الثاني، هو بيرميبل للميه ولا لا؟ اه بيرميبل، تقوم الميه هترجع من ده لده، صح؟ لغايه ما يحصل بينهم ايكوليبريم، صح؟ ايكوليبريم يعني الاوزمولات بتاعتهم قد بعض. السؤال اللي بيحيركم دايما، طب انا قبل ما يحيركم انا هقوله الاول واسيبه يحيركم، الميه هتبتدي تخرج من اليومن للانترستيشال فلويد في اتجاه الاسهم دي لغايه ما يحصل ايكوليبريم، ايكوليبريشن باي اوزموزيس ووتر، الميه تطلع كده. ايه ده بقى اللي حصل بقى؟ ده الفلويد اللي في اليومن بقى 400 هو الاخر، صح؟ لا يعني الانترستيشن كان 400 واليومن 300، اما الميه خرجت من اليومن للانترستيشن لغايه ما يبقى 400. طب والانترستيشن ده ما هو؟ اه طبعا ده ما هو، لانه في كونتينوس بامبنج اوف صوديوم من الناحيه الثانيه. يبقى اللي مثبت هنا باي ذا بامب الثاني هو اللي هيساوي معاه. مش ده مثلا كان 300 وده 400 يبقى هيتقابلوا عند 350؟ لا، الكلام ده لو الاثنين على قدم المساواه، يعني مفيش حد منهم في واحد متكفل بثباته. الصوديوم بامب اللي هنا متكفله بثبات ده، يبقى الميه هتفضل تطلع من هنا لغايه ما توصل لده. يبقى بقى المهم الفلويد في الديسندنج لمب ده الاوزمولاريتي بتاعته كام؟ 400 وراخ، والاسندنج لمب كله كام؟ 200. عظيم جدا، خدنا لقطه لده، هنسمح بشويه فلويد فلو، يعني فلويد ادفانس في اتجاه السهم ده كده لغايه نص التيوبيول، لغايه نص الديسندنج لمب. الفلويد الجديد اللي جاي الاوزمولاريتي بتاعته كام؟ 300، يعني الموقف هيبقى كده، صح؟ 300 دول الفريش فلويد اللي جه، وال 400 دول حلوا مين؟ محل ال 200 اللي كانوا هنا، يبقى ده 300 300 300 كله، وده 400، وهنا ال 400 الاربعه اللي دول حلوا محلهم، واربعه من ال 200، يبقى في فلويد خرج من هنا 200. حلو، وهنوقف الفلو ونعمل ايكوليبريم باي اوزموزيس. طب الايكوليبريم في الحاله دي هيبقى لصالح مين؟ لصالح التيوبولار فلويد، لان هو ده اللي بيتجدد، يبقى هيحصل ايكوليبريشن باي اوزموزيس
يقوم الاثنين يبقوا زي بعض. زي يبقى الانترستيشن المره دي هو اللي بقى زي التيبولار فلويد، لان التيبولار فلويد هو اللي بيتجدد. حلو؟ طيب يبقى بقى الموقف دلوقتي بعد ما شويه فلويد جداد دخل، انه الانترستيشيال فلويد هنا بقى 300 وهنا كام؟ 400. جميل. والتيوبلر فلويد هنا 300 وهنا 400 زي ما اتفقنا، وهنا كده 400 وهنا 200. وعند هذا الموقف اهو هشغل البامب. البامب لما تشتغل دلوقتي يا سادم اهي تعمل كده، ده كان 200 وده كان 300، ده بقى 150 و 350. الفرق كام؟ 200. ما هو الفرق اللي البامب بتقدر تعمله هما ال 200. يبقى لما كان 200 و 300 زي ما كنا اهو كده، كان 200 و 300، هتشتغل البامب عشان تحقق 200. تتحقق امتى ال 200 دي؟ لما دي تبقى 150 ودي 350، وكذلك هنا وكذلك هنا وكذلك هنا. بس هنا بقى انا هرجع تاني عشان تبقوا شايفين، هنا كانوا قد بعض. يبقى ده لما يشتغل عشان يبقى بين وبين ده 200. اه بالظبط اهو. بص بقى ده 300 وده 500. صح؟ جميل جدا. يبقى الانترستيشال فلو واخدين بالكم انه ابتدى يبقى مور كونسنتريتد. طيب البامب قامت بمهمتها، هوقفها وبعدين ابص الناحيه الثانيه، هيحصل اوزموز اوف ووتر ايكوليبريشن. ومين اللي هيبقى زي مين في المره دي؟ ده اللي هيبقى زي ده، اليومينال فلويد هيبقى زي الانترستيشن، لانه ده بيبقى بامبد عليه صوديوم. فبقى هنا اليومينال فلويد 350 350 350 350 500، وهنا 300 وبعدين ايه؟ 150. طيب الخطوه الجايه هتبقى ايه؟ ازود فلويد تاني اهو، بس الاول المره دي بزود لغايه ربع الانبوب. يعني هيحصل ايه؟ اهو بقى ده 300، وبعدين الاربعه 350 اللي كانوا موجودين، الاربعه 500 اللي كانوا موجودين اثنين منهم طلعوا الناحيه الثانيه، وبعدين اربعه 300، وبعدين اثنين 150 والاثنين التانيين راحوا بره للديستال تيبيول. واشغل الاوزموزس صح؟ اهو شغلت الاوزموزس، يبقى مين اللي هيبقى زي مين؟ دي زي ده، يبقى اذا اوزموزس لغايه ما ده يبقى زي ده. بقى الانترستيشال فلويد هنا في السوبرفيشال لير اوف ذا ميدالا لغايه دلوقتي 300، وبعدين بعد شويه بقى 350، وبعدين بعد شويه بقى 500. عظيم. وفي الوضع ده كده، هو الوضع ده ارجع اعمل ايه؟ شغل البامب. شغلت البامب تقوم تضخ كده تحقق فرق 200 برضه. بصوا ال 150 وال 350 عشان يبقى الفرق 200، ال 150 بتتحول الى 325 وده 125، ودول 300 و 350 عشان نحقق فرق ال 200، ده بيبقى 225 وده 425. وعشان ال 500 اللي قصادهم 500 ده يحقق ال 200 يبقى 600 و 400 اهو. صح كده؟ مور انكريس المدلري انترستيشال فلويد. طيب هوقف البامب واعمل اكوليبريم باي اوزموزس. في الحاله دي مين اللي هيبقى قد مين؟ التيوبلر فلويد هو اللي هيبقى قد ده اهو. بامبنج اوزموزس انا اسف، بقى ده 350 زي ده 325 305 وهكذا. خلصنا الاكوليبريم، نسمح بايه؟ بمور ادفانس اوف فلويد. بس المره دي يا دوبك حته صغيره هنا، يقوم يحصل كده وزي العادة المية الجديدة أو التيبرا فلويد اللي دخل الجديد ده هيعمل إيكوليبريشن مع ده،
في الحالة دي ده اللي هيبقى 300 وده 300. كويس؟ طيب خلاص الإكوليبريم حصل، نشغل البامب. البامب عاوزة تحقق كام؟ فرق 200 مش كده؟ فرق ال 200 ده هيخلي 113 او 112 وتقدر يعني او 125 قصاد 300 يعني لو سبتوا لوحدكم معاها باستمرار هتلاقوا الفرق هنا 200 200 200 كله 200 تمام؟ بس ال 200 بقى هنا بين مين ومين؟ 113 و 313 لكن هنا بين كام وكام؟ 500 و 700 يعني الانترستيشيال فلويد بقى كام؟ 700. اما ما اعمل ايكوليبريم باي ووتر دول كمان هيبقوا زيه بقى الفلويد اللي داخل هنا تقريبا زي الجسم قريب من 300 بس وصل هنا كام؟ ل 700 والانترستيشيال فلويد 700 واللي طالع هنا بقى دايلوتد صح كده؟ يبقى انا فاكرين الأنبوبة واللهب قلت لكم إنه هي اللهب بيعمل نفس المهمة لكن الفكرة بيعملها على مية جاية له سخنة مش كده؟ اللي سخنها المية اللي طالعة في الناحية الثانية قريب شوية الشبه بس مش بالظبط للأسف يعني إن الفلويد اللي جاي هنا للبامب مور أند مور كونسنتريتد فبيبتدي يطرد منه صوديوم على مستوى اعلى فيتولد ايه؟ هايبرتونيك اوزمولاريتي سببها ايه؟ اكيوميليشن اوف صوديوم فتقوم ترفع المدلري انترستيشيال فلويد من 313 احنا طبعا لو عملنا الموضوع كمان لفه هنوصل ل 300 انما مش قضيه يعني احنا قريبين خالص من النورمال اهو بقى هنا الفلويد قريب قوي من الانترستيشال فلويد اوزمولاريتي وفي ايه المظله وصل الى 700 بفضل مين الكاونتر كارنت سيستم اللي فيه اللوب اوف هنلي اللي السورس اوف انرجي فيه اللي بدل الفليم هو صوديوم بامب والفلويد اللي نازل من هنا بيفقد ميه والفلويد اللي طالع من هنا بيفقد صوديوم بيفقد صوديوم يعني هو ده الحراره وده بيفقد ميه مش كده؟ نتيجة الترتيبة دي واضح إن البنا مدلري انترستيشن اوف انكريزنج اوزمولاريتي بيصل هنا إلى 700 بيلعب الدور في مين؟ في الصوديوم وده متفق مع اللي قلته لكم ده كلامي إن لما قسنا تركيز الفلو الانترستيشن فلويد لقيناه في السوبرفيشال بارت اوف ذا مدلة اوزمولاريتي بتاعته عالية 600 إلى 700 واللي عالي فيه الصوديوم يتبقى لنا دلوقتي ان احنا نطور الفكره لما يحدث في عمق المدار. طيب انا طولت اللوب اوف هنلي بقى وعاوزين نشوف ماذا يحدث في بقيه اللوب اوف هنلي في عمق المدله عشان تزود الاوزمولاريتي من 700 ل 1200 بقى. طيب بصوا يا سته اليوريا اللي جت من الديستال من البروكسيمال تيوبيول وهي نازله كده ما بيحدثش عليها تغيرات تذكر تركيزها بيزيد شويه بيزيد شويه نتيجه انه بيحصل ري ابزوربشن اوف ووتر في بعض الاماكن ويسيب وراه اليوريا بس في الديستال بارت بتاع النفرون الديستال تيوبيول ممكن يحدث صوديوم ريابدورشن وراه ووتر لان الجزء ده ابتدى نسبيا يبقى بيرميبل تو ووتر انا قلت لكم حوالي 5% فتركيز اليوريا بيزيد واثناء مرور اليوريا لو تراجعوا كلامي هتلاقوا ان الجزء ده اللي هو الديستال تيوبيول والجزء ده والثيك اسندنج لين
are impermeable to urea. الصوديوم والمية اللي طلعوا في الكورتكس هنا دول are taken by the blood flow اللي ماشي في الكورتكس. انتم ملاحظين انه الفلود اللي نزل من هنا وصل هنا مخفف، والمية اللي فيه ممكن تسيب التيوبيول في الحتة دي يقوم الدم يجي يشرب. يعني احنا حبسنا الصوديوم في المضلة والمية هي اللي وصلت هنا من الدم شرب، وهو ده اللي خلى فيه هايبر اوزمولاريتي اوف ذا مضلة، ان اتحبس فيها الصوديوم والمية شالت مع الدم. طيب هذا الجزء زي ما قلت لكم اللي اتخطط عليه بالبنفسجي ده impermeable to urea، يبقى طول ما اليوريا ماشية تركيزها بيعلى لغاية ما توصل للميدالداري part of the collecting duct. وانا قلت لكم ان هذا الجزء is permeable to urea خاصة في وجود الـ ADH، مش كده؟ يبقى اليوريا هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها reabsorption وتروح للميدالداري interstitium، تركيزها عالي والسكة مفتوحة. It is in presence of ADH, this tubule, this collecting duct is permeable to urea. تقوم اليوريا هتطلع. طيب وراها مين؟ وراها ميه طبعا. خروج اليوريا في الانترستيشن بيزود الاوزمولاريتي بتاع الانترستيشن، يقوم يسحب ميه من السن الجامد. تقوم الديسندنج فلويد ده تركيز الصوديوم فيه يعلى، صح؟ يبقى اليوريا اللي طلعت من هنا سحبت من الكولكتنج دافت سحبت ميه من الديسندنج لينف which is impermeable to صوديوم، يقوم الصوديوم تركيزه يعلى. نقوم نوصل هنا ان تركيز الفلويد يبقى 1200 مؤرخ ويلف كده، وهو طالع بقى الصوديوم يطلع لبره، مش كده؟ جميل. يبقى مور صوديوم اكيوميتد هنا اهو ويوريا اكيوميتد هنا، وده يتفق مع اللي احنا قلناه في الاول ان معظم الزياده في الاوزمولاريتي بتاع الديب مضله هو بسبب تراكم اليوريا. اليوريا مش بس بتعمل كده بقى، ده ربنا خالق ان اليوريا تقدر تخش تاني في اللوب اوف هنلي في الديسندنج لمب والاسندنج لمب كده. لانه في الاسندنج والديسندنج لمب في تشان في كارير ترانسبورتر لل ترانسبورتر مش تاني ترانسبورتر لليوريا بتقدر تدخلها جوه الرينال تيبولر فلويد تاني. طب وبعد ما دخلت هتلف وترجع وهتوصل الى الديستال بارت بتركيز ايه؟ عالي عالي، مش كده؟ بنطلق على الحكايه دي ساعات اليوريا سايكل، ان اليوريا توصل هنا عاليه تنزل من هنا ترجع تخش التيوبيول دي وترجع تلف تاني، بيسموها اليوريا سايكل. يعني قالتلي ان في شويه يوريا عمالين يلفوا من التيوبلر فلويد يخش الانترستيشن من الانترستيشن يرجعوا في التيوبلر فلويد وهكذا. كويس؟ يعني بالارقام الارقام دي موحيه جدا الحقيقه. لو قلنا ان الفلويد اللي داخل البومنز كبسول 100% من اليوريا، اللي بيوصل للديسندنج لينك اوف ذا لوب اوف هانلي في بدايته 50%، يعني في 50% من اليوريا بيحصل له ري ابزوربشن في البروكسيمال تيوبيول سكندري للميه اللي بترجع. طيب عارفين اللي بيوصل هنا كام؟ 100% تاني 100% تاني عشان بيخش عليه من ده، مش كده؟ بحيث ان اللي بيخرج في الاخر 20% من اليوريا، يعني الفرق ده هو اللي عمال يلف، مش كده؟
نرجوكوا هنرجع نقول الكلام ده، الرقم ده بيحدث لما يبقى فيه ماكسيمال اي دي اتش افكت، انما لو مفيش اي دي اتش كتير كميه البير اللي هتخرج هتبقى اكتر، عشان الكميه اللي هتتحبس هتبقى اقل، هتعمل ريسايكلينج دي. فلو سمحت ان هو الرقم الطبيعي في جسمنا ان حوالي 40 ل 50% من الفلترد يوريا ار اكسكريتد، لكن ان بريزنس اوف ماكسيمال اي دي اتش اللي بيخرج من اليوريا اقل من 40%، يبقى حوالي 20%، عشان بس ما يحصلش ايه التباس في الامور. يبقى بفضل اليوريا وبدرجه اقل الصوديوم، الميدلري انترستيشن بقى مور هايبرتونيك، بنى على 700 دول تمام، وصلهم لي الى الفا و200. واضح؟ طيب عشان القصه تستكمل، لو كل الزيطه اللي احنا قلناها دي اللي محصلتها ان في صوديوم ويوريا اتحبسوا في المظله وتركيزهم بقى عالي، تخيلوا بقى كده دلوقتي لو رحت قايل لكم البلاد سبلاي اللي جاي للكدني دخل من هذا الاتجاه ومشي كده وطلع من الناحيه الثانيه، كابيلاريز بيرميبل تو مين؟ للصوديوم ولليوريا وللميه، هتلاقي حواليها صوديوم تركيزه عالي هتشفطه، واليوريا تركيزها عالي هتشفطه، وميه قليله هتخرج لها ميه، يعني هتهد كل اللي احنا عملناه ده. يبقى لو الدم البلاس سبلاي اللي رايح للرينال ميدالا داخل من ناحيه وخارج من الناحيه الثانيه، كان عمل ووش اوت لكل السيستم اللي احنا بنيناه ده، وكانت الدنيا باظت. طب الحل ايه بقى؟ ما نبعتش للكدني بلاس سبلاي يعني، او ما نبعتش للميدالا بلاس سبلاي؟ لازم نبعتها، بس الحقيقه بنبعته لها بطريقه محترفه، بطريقه فيها فكر. البادريكتا، فاكرين البادريكتا لما قلنا ان البادريكتا ار لونج لوبس اوف كابيلاريز داخله وبتلازم اللوب اوف هنلي الطويله دي، الميزه فيها ايه؟ ان ليها هي رخره ديسندنج لم وليها اسندنج لم، وما يحدث في الديسندنج لمب يتم عكسه في الاسندنج لمب. الديسندنج لمب هو جاي الدم اللي جاي بأوزمولاريتي 300، يخش في المظله يكتشف ان حواليه أوزمولاريتي متزايده، فيقوم ياخد سوليوتس ويطلع ميه، فطول ما هو نازل كده عمال يطلع ميه وياخد سوليوت، يقوم الأوزمولاريتي بتاعت الدم وهو نازل بتزيد عشان توصل هي كمان عند التيب بتاع البازا ريكتا ل 1200 مليون مول. طب وهي طالعه يحصل العكس، هي 1200 كل ما بتطلع تلاقي عندها اوزمولاريتي حواليها اقل، فتقوم تطلع السوليوت وتاخد ميه، تطلع سوليوت وتاخد ميه، عشان توصل في النهايه انها خرجت 350 مليون مول او اقل. يبقى اللي خدته وهي داخله طلعته تقريبا وهي طالعه، حافظت على التركيز العالي للسوليوس في المظلة بقدر الإمكان، وحافظت على ندرة المية جوه، وما خدتش إلا كمية صغيرة قوي من السوليوس. عشان كده بنسمي البازاريكتا كاونتر كارنت اكستشينجر، بيتبادل اللي عمله السندنج لمب بيعمل عكسه الاسندنج لمب. يساهم في هذا كمان ان الفوليوم اوف بلاد سبلاي للمظله بيمثل 1 الى 2% يعني البلاد فلو فيها بطيء جدا قليل قوي، فيقوم يسمح بالمحافظه على المظله
هايبرتونيك كده. ارجو انه يبقى برضو واضح انه الله طب بلس سبلاي القليل ده هو مش حاجه وحشه؟ لا ده بيعكس بقى الحقيقه الاحتياج الحقيقي للرينال تيشو. ده انا قلت لكم من الاول ان البلس سبلاي اللي رايح للكدني زياده قوي عن اللي هي محتاجاه. ولو ركزنا في المين اللي موجود في الرينال ميدالا في الديبر لير بتاعتها هتلاقوهم اجزاء احتياجها للانرجي اصلا قليل جدا. اللوب اوف هانلي سواء الديسندنج ليم او الثين اسندنج ليم فيهم اي بامب ميكانيزم ذكرناها؟ لا مفيش. الديسندنج ليم كله باسف. باسف ري ابزوربشن اوف ووتر. والاسندنج ليم باسف ري ابزوربشن اوف صوديوم. يعني اللوب اوف هانلي في الجزء العميق بتاعها السيلف بتاعتها احتياجاتها للانرجي اصلا متواضعه لله عشان تفضل عايشه. طب والديسندنج ليم او كورتيكال انا اسف الكورتيكال انا اسف المضلري كولكتنج داكت هي وظيفتها الرئيسيه انها تسمح للميه والجيران انهم يطلعوا. وده وظيفه الاي دي اتش. هل هو الموضوع ده انرجي ديبندنت؟ ابدا. الاي دي اتش جاي لها من بره والمضلري انترستيشيوم هو اللي بيشد الميه. فالحقيقه احتياج الرينال تيوبيوز في الديب لاير بتاعت المضله احتياجها من البلاس سبلاي هو فعلا متواضع. فلما نقول انه ما مش هيروح لها الا 1% في 2% ده كفايه عليه قوي. هي مش محتاجه اكتر من كده. وفي نفس الوقت احنا محافظين على الهاي اوزمولارتي اوف ذا انترستيشيال فلويد. واضح؟